بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فأهلا ومرحبا بحضوركم في هذا اللقاء السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى الرضا والقبول من ورائه. ووالله إن الله لا يظهر بمثل هذه الاجتماعات قدرته على كبت عدوه وتبوير مكره وإفشال خطته وتضييع جهده. ففي الوقت الذي أوشك فيه أعداء هذا الدين على أن يهنئ بعضهم بعضا بالقضاء على الإسلام والمسلمين، شاء الله سبحانه وتعالى أن يوقظ صحوة إسلامية مباركة تحمل راية هذا الدين مستضيئة بالوحي المبين، لتنير الطريق للسالكين وتكشف مكر المعتدين. ولقد حمل مشعل هذا الدين المخلصون من أبناء هذه الأمة، ومن هؤلاء أبناء الدعوة السلفية. ولقد تميزت الدعوة السلفية بحفاظها على الدين وثباتها على الحق وعدم التنازل عن ثوابته. ولقد مرت الأعوام والعقود وهي تواجه الأمور والحوادث والمستجدات، وتختبر فيها وهي راسخة في موقفها ثابتة على مبدئها. ولقد قفز إلى الساحة أمر اختبرت فيه الدعوة السلفية في الحفاظ على مبدئها وتحقيق أعظم المصالح، وهذا الأمر هو مشاركة السلفيين في العمل السياسي. ومعلوم أن الدعوة قد اختبرت في ذلك من قبل حينما خيرت بين تحصيل الوسيلة أو الحفاظ على الغاية، وكانت الوسيلة آنذاك المشاركة في العمل السياسي، والغاية هي حراسة الدين والحفاظ على المنهج. فلم تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وها هو قد دار الزمان ليبتعد الحديث عن التنازل عن الثوابت ويبقى الأمل والرجاء في التغيير. ولقد ترددت الكثير من الأسئلة على ألسنة أبناء هذه الدعوة وألسنة غيرهم، فهل كنا بعيدين عن السياسة وها نحن الآن نقترب منها؟ وهل هذا الاقتراب يعني قبول السياسة على ما هي عليه من قذارة وطهارة؟ وما الذي يريده ويطمح السلفيون للوصول إليه من خلال المشاركة؟ وعلى أي شيء يبني السلفيون موقفهم من المشاركة في العمل السياسي؟ وهل هناك علاقة بين الحملة الإعلامية المسعورة لتشويه السلفيين وبين القرار بالمشاركة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تدور بخواطر الكثيرين وحول موقف الدعوة السلفية من المشاركة في العمل السياسي. وللإجابة حول هذه الأسئلة يحاضرنا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحلة جديدة بدأتها أمتنا وبدأتها دعوتنا كذلك، نحن في مفترق طرق، مرحلة حساسة لها ما بعدها. أعجبني تعبير أحد الإخوة في بداية هذه المرحلة أنه قال هذه الشهور الثلاثة أو الأربعة
ربما تعدل عمل 30 سنة الماضية، وربما تؤثر على 30 سنة مستقبلها أو أكثر من ذلك. ولذلك لا بد أن يكون لنا في هذا المقام علم وإرادة صادقة في نصرة الدين، إخلاص لوجه الله عز وجل، صدق وجدية في السير في الطريق الذي نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد فيه. مرحلة حساسة القرارات فيها إن لم تكن بعلم وإخلاص وصدق في العمل ترتب على ذلك خلل كبير جدا، ربما هائل في الأجيال القادمة. والقرارات التي تتخذ في مثل هذه المواقف لا بد أن يتجرد من يتخذها لله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون قراره مبنيا على جهالة أو على اتباع هوى أو على رغبة في جاه أو ملك أو رياسة، فإن ذلك من أمراض الأمم الخطيرة التي تصحبها في مرحلة الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين. وقد بيّن الله عز وجل في قصص أنبيائه ورسله ما يعالج به، ما تعالج به أمراض هذه المرحلة في طوائف كثيرة، لكن لا بد في الجملة من علم وإخلاص وصدق وقوة في العمل، جدية لا بد لنا ونحن نعمل في هذه المرحلة بناء على يعني ما وصل إليه تشاور الدعاء وأهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يسددهم في هذا المقام ويسدد كل المسلمين. نقول لا بد وأن نسير على ضوء هذه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى يسدد ويهدي من التجأ إليه ورغب فيما عنده وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا طائفة فكما وصفهم الله عز وجل أمرهم شورى بينهم، فهذا الأمر الذي لا بد أن يكون دائما هو النمط الذي نسير عليه في كل هذه القضايا الحساسة ونقاط الافتراق. نقول هذه القضية قضية العمل السياسي، نحدد أولا بعض الثوابت التي لم ولن ولا نقبل التنازل عنها بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. فمن هذه الثوابت شمول الإسلام وقضية العبودية لكل نواحي الحياة، منها أمر سياسة الأمة وقيادتها وأنظمة حياتها وأنظمة حكمها. فهذا أمر كان هناك محاولات منذ عهود الاحتلال، عندما جاءت جيوش الكفار إلى بلاد المسلمين، بل وقبل ذلك محاولات فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن قضية الحكم، واعتبار أن مسألة الحكم مسألة خارجة عن قضية التدين، ومسألة السياسة مسألة أيضا يعرض عنها أهل الدين. حاولوا ترسيخ ذلك عبر أدبيات ومؤلفات ومنازعات ومناظرات، فضلا عن أجهزة إعلام، فضلا عن أجهزة بطش وتنكيل، حتى يتحول فكر المسلمين، وليس فقط سلوكهم وعملهم، يتحول فكرهم إلى فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الحكم. وصرح بذلك مرات عديدة في العهود البائدة منذ عهود الثورة، ثورة 19، ثم بعد ذلك ما كان من عهود الملكية، ثم ما كان في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك. والمسلمون يسمعون كثيرا جدا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ويسمعون كذلك أن السياسة لعبة قذرة
ورجس لابد وأن يبتعد عنه أهل التدين. وساهم في تأكيد ذلك في حس العامة لا في حس السائرين في العمل الإسلامي وجود محاذير كثيرة تفرض فرضا على من شارك في العمل السياسي، حتى صار الناس لا يعرفون من السياسة إلا أقذر ما يمكن أن يوجد فيها. فترفع كثير من الدعاة والعلماء عن المشاركة، وإن كان هذا ليس لأن الدين لا يشمل أمر السياسة، ولكن لأجل أن آليات المشاركة لا تحتمل في أوقاتهم أن يتنازلوا عن ثوابتهم ليتلطخوا بأوزار السياسة وطرقها الملتوية الخبيثة. لكن عند الناس ترسخ ذلك، حتى أن كثيرا من العامة والخاصة وأهل التدين ينظرون إلى الساسة نظرة توجس وتخوف، ونظرة اتهام بالرغبة في الرئاسة والجاه والملك. ولربما صار كلمة يعني المشاركة السياسية عند الكثيرين من أهل التدين بمنزلة التهمة عندنا مثلا بأن هذا رجل مثلا يعمل بالفن، أو امرأة تعمل راقصة أو نحو ذلك، صار هذا مماثل لهذه، ليس بنفس الدرجة ولكن بدرجة ما، أن المشاركة في الأحزاب وفي السياسة ونحو ذلك تهمة. فنقرر أولا أن شمول الإسلام لكل نواحي الحياة قضية ثابتة لا تحتمل. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه القضية العظيمة، قضية السياسة الشرعية، جزء من الفقه الإسلامي، أدلته من أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فقد أجمعوا على وجوب الإمامة والخلافة، وأنها لا بد وأن يكون للمسلمين خليفة واحد وحاكم واحد، هذا هو الواجب الشرعي. وإن أدرك العلماء عبر العصور الفرق بين المطلوب المشروع وبين الممكن المتاح، الذي سنؤكد على أهميته في نقاط عديدة حالا. ثم نقول هذه المسألة لا بد من وزنها بميزان الشرع. فهذه المسألة، مسألة أن الدين شامل لكل نواحي الحياة، وهناك تصور إسلامي لكل النواحي في الدولة، هذا أمر لابد وأن يكون حيا عند كل الدعاة، بل الآن لم يعد كافيا أن يكون عند الدعاة، بل عند كل أفراد العمل الإسلامي. ما هو التصور؟ ما هو الفهم؟ ما هو المنهج الإسلامي في أمر الدولة، في أمر السياسة، في أمر الحرب والسلم، في أمر الاقتصاد، في أمر التعليم، في أمر الإعلام، في أمر الفن، في أمر الأدب، في أمر النظام الاجتماعي، في كل أوجه حياة البشر. لم يعد يكفي الإجمال إخوة الإسلام، أنتم الآن في مرحلة تخاطبون كل يوم عشرات مئات من الشباب والرجال والنساء، والكل يتكلم في هذه القضايا. لا يكفي أن تقول الآن نحن شعارنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ما هو فهم سلف الأمة في هذه القضايا؟ ما هو موقف أهل السنة والجماعة في قضايا تغيير الواقع، في مسائل السياسة الشرعية، في الحكم والإمارة والرئاسة والملك، في الحرب والسلم،
ماذا ستصنعون في كل هذه القضايا؟ كل هذه المسائل لم يعد يكفي فيها الإجمال، لابد أن يكون عندك أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة أصولا كلية، وإن كان هناك تفصيل في كل باب يدركه المتخصصون، لكن لابد وأن يكون هناك معرفة يعني بقدر من التفصيل في المشروع الإسلامي جملة، لأن عدم العلم بذلك يفتح أبوابا خطيرة لصبغة الواقع المخالف للإسلام باسم الإسلام، وهذا أخطر من أن يظل المتحدث المخالف للإسلام متحدثا بأنه يخالف الإسلام. أخطر ما يمكن أن يأتي إنسان لا يفقه، ليس عنده علم وليس عنده إرادة لوجه الله عز وجل، يتكلم باسم الإسلام ويضفي على الواقع غير الإسلامي صفة الإسلامية، مجرد دهان ومجرد صبغ يصبغ به واقعا مخالفا. ناشئ هذا عن قلة العلم أحيانا، وناشئ عن سوء القصد أحيانا أخرى، وناشئ عن الضغوط التي لا يدري القائم في مواجهتها ما الذي يحتمل وما الذي لا يحتمل أن يقبل أو يرفض من هذه الضغوط. لابد أن يعرف موازين المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وإلا فهذا الباب باب غاية في الخطورة، أعني باب المصلحة والمفسدة، وميزان الشرع هو الحاكم، وإلا فأظن أن كل المنافقين والزنادقة بل غيرهم كلهم يعني من الكفار ربما يقولوا إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، هم يقولون المصلحة. قضية المصلحة هذه وهو باب خطير نكثر من استعماله بلا شك، وهو من أخطر المواقف من أخطر المسائل، لابد أن يكون منضبطا بميزان الشريعة. لذلك أقول أن الواقع الذي نحن بصدده والمخاطر التي نحن بصددها أن يوجد من يتكلم باسم الدين وسيحبه الناس على ذلك، وربما يقدمونه على ذلك على أنه من أهل الدين ومن أهل التيارات الإسلامية، وإذا قارنوها بالعلمانية والليبرالية حدث يعني انتصار أكيد لأهل الإسلام. فأن يتحول بسبب قلة العلم أو سوء القصد أو عدم التمييز بين درجات المصالح والمفاسد الأمر إلى قبول الواقع غير الإسلامي وتوصيفه بأنه صار إسلاميا، بأن المطلوب هو إضافة كلمة إسلامي في نهاية الأمر أو في بدايته ويبقى الأمر على ما هو عليه. وأظن أن المنافقين الزنادقة الذين كانوا منذ شهرين فقط يقولون نريد تغيير المادة الثانية، نريد إلغاء مرجعية الشريعة، هم والكفار كانوا يعلنون ذلك، أنهم فهموا هذه المسألة وكانوا يقولون هذه مواد ديكورية، وهم يحاولون الآن ذلك حين أدركوا أن زحزحة الأمة عن هذه المسألة مستحيل، وأنه بأي مقياس كان سيترتب على ذلك يعني خسران عظيم لهم حين يصرون على إلغاء مرجعية الشريعة أو ازدواجية التشريع. فصاروا يقولون أن نقبل بمرجعية الشريعة، وأننا لا نريد المساس بهذه المادة، وأننا لا نريد فصل الدين عن السياسة، حتى أعرق الأحزاب العلمانية التي عاشت نحو 100 سنة حاليا تقريبا يعني أو قريب من 100 سنة تنادي بفصل الدين عن السياسة، وأن لا يمكن يعني الجمع بينهما، أصبحت تقول بل التشريع لله عز وجل قضية عقدية، ولكنهم يريدون أن يجعلوا هذه المواد فعلا مواد ديكورية، كما كانت ولا تزال الشريعة عند الناس أنهم يفتتحون المجالس بقراءة القرآن. الكلام ده موجود في أمريكا، في أمريكا الإخوة مرة سألوني قالوا بعتن لهم واحد للمركز الإسلامي عشان يجي في افتتاح الكونغرس، بيجيب واحد يقرأ جزء من التوراة يهودي ويجيب واحد
قسيس يقرأ جزء من الإنجيل وعايزين شيخ يجي يقرأ من القرآن في افتتاح الكونجرس، والكونجرس بعد ذلك كونجرس وسيظل كونجرس، ولكن وهذا هو الذي يحدث، يقرؤون في المجالس والافتتاحيات بشيء من القرآن، هذا الذي يريدون خداع المسلمين به. لذلك أعود فأقول أننا نؤكد على أن مسألة شمول الإسلام لكل نواحي الحياة وضرورة معرفة المنهج الإسلامي في هذه النواحي بشيء من التفصيل وبكل التفصيل عند متخصصين في كل الجوانب أمر ضروري لم يعد اختياريا، لم يعد يكفي الإجمال، بل لابد وأن تفهم كما ذكرت. يعني بالضبط كده، في واحد أخذ ثانوية عامة مؤهل لدخول الجامعة، لابد أن يكون قد حصل علوما معينة، لابد أن يكون حصل في اللغات وفي الرياضيات وفي الكيمياء والفيزياء وأنواع كثيرة مختلفة، فهذا حد أدنى، ثم يتخصص في يعني كلية معينة، لابد أن يكون قدر من التفصيل يعرفه، ثم يتخصص بعد ذلك في قسم خاص، ثم بعد هذا القسم في رسالة خاصة وبند خاص. بنقول التفاصيل كلها لابد أن تكون عند متخصصين، قدر كافي من التفصيل بحيث تستطيع الدفاع وأنت كل يوم في معركة. النهاردة شباب الثورة الذين يسمون أنفسهم كذلك في كل ما هب ودب يتكلمون في أخطر الأمور، أو الشباب عموما يتكلم، فإذا كنت في كل مرة تكتفي بالإجمال لن يجدي دفاعك شيئا عن منهجك، لابد أن تكون عالما بهذا التفصيل. القضية الثانية التي هي من الثوابت هي قضية أن الحكم لله عز وجل، وأن التشريع من صفات الربوبية ومن حقوق الإلهية، وأن جعل التشريع لغير الله سبحانه وتعالى من قضايا الشرك والكفر والنفاق، ولذلك هذه قضية لا تحتمل خلافا، وقضية الحكم بما أنزل الله تابعة لهذه المسألة، وهذه مسألة كثر بيانها في القرآن ككل قضايا العقيدة الثوابت الراسخة، كل قضايا العقيدة الثابتة كثر بيانها بأنواع متعددة من البيان، وقد بين هذا مرات عديدة في مواطن مختلفة ومؤتمرات متعددة. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى: ولا تشرك في حكمه أحدا، وهذا وجه للقراءة الأخرى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وكلهما دال على أن الحكم لله عز وجل، وأن من جعل مع الله من يحكم غير حكمه مشرك. وقال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه القضية ليست محل نزاع عند أهل السنة من جهة تأصيلها الشرعي، وقد نقل الإجماع على كفر من تحاكم إلى شريعة غير الشريعة الإسلامية أو فرض تشريع ذلك،
غير واحد من أهل العلم. اسمع إلى قول ابن كثير رحمه الله عن الياسق والياسى، يقول: فإذا كان من تحاكم إلى شريعة من الشرائع المنسوخة وترك حكم الكتاب والسنة كفر، فكيف بمن تركها وتحاكم إلى الياسق أو الياسى؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله إن أنه لا يشك في كفر واضع القوانين الوضعية إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته. هذا لا يقال في مسألة فيها خلاف سائغ. وأنا سألت الشيخ ابن باز رحمه الله مباشرة عندما يعني في أواخر السبعينات، فقال من ضمن ما قال: قال فصل الدين عن السياسة كفر مستقل، وغير ذلك من الكلمات التي ينقلها أهل العلم في هذا الباب. الغرض المقصود موقف الدعوة كان عبر الزمان منذ بدأت القضية، كانت وكان موقفا واضحا. و يعني نذكر بأن يعني هذا الموقف أن من جحد الشريعة أو من فضل القوانين الوضعية على الشريعة، أو سواء كان تفضيلا مطلقا أو نسبيا، أو ساوى بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، أو جوز مخالفة الشريعة ولو فضلها، أو ألزم الناس في التشريع العام وأوجب عليهم مخالفة شرع الله عز وجل، وهذا من أقباحها، سواء كان مكتوبا في قوانين ودساتير أو كان أمرا عرفيا مصطلحا عليه، فكل هذا من الكفر الأكبر من جهة النوع. وأما الذي يحتمل الخلاف في هذه المسألة فمسألة تكفير المعين، ذلك أنه مبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فربما كان الإنسان جاهلا أو متأولا أو مكرها أو مخطئا أو مجتهدا، أو كان مخطئا في مسألة من المسائل، فهذه مبنية على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع الذي يحكم به أهل العلم أو أهل القضاء الشرعي. قلنا هذا في وسط يعني الأشدة الأحوال حينما كان يمنع الكلام في هذه القضية، وقلناه في ما زلنا نقوله كما هو، لم نغير شيئا بالنسبة إلى هذه المسألة. والمسألة مبنية مسألة على أدلة، وكما ذكرنا معرفة نوع الخلاف في المسألة لأن القضية خطيرة. ومسألة إثبات ولاية الأمر بناء على هذه المسألة، أعني مسألة إقامة الشرع وتحكيم الشرع، غاية في الأهمية أيضا. وموقف الدعوة كان ولم يزل واضحا ومحددا أن كما ذكرنا من جهة النوع المسألة لا تحتمل خلافا سائغا، وأما من جهة العين فلان الفلاني فهذه المسألة مبنية على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والخلاف فيها اجتهادي سائغ. يبقى أن ولاية الأمر لا تثبت إلا لمن قاد الناس بكتاب الله في الجملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وقال وبين أهل العلم أن مقصود الولاية إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، مأخوذ من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد أن يكون منا، وأمرنا عصمته أمر ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فالذي يتولى أمرنا يقوم على أمرنا هو الذي يقوم على أمر ديننا. وقضية منصوص عليها من أهل العلم في مواطن مختلفة لا اختلاف بينهم فيها، ثبوت الإمامة والولاية الشرعية مبني على تحقيق مقاصد الولاية، وهي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. أما مسألة الخروج فهي من باب تغيير المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
مسألة مقاتلة الأئمة من ثبتت ولايته أو لم تثبت ولايته مبنية على مسألة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، وهذه كلها مسائل ثابتة لم يتغير فيها موقف الدعوة بحمد الله تبارك وتعالى. أما مسألة كيفية التغيير من خلال المشاركة أو العمل السياسي والحلول البرلمانية فهي مسألة موقف الدعوة فيها كان مبنيا على معرفة الحكم الشرعي الذي قدمناه في وجوب التحكم إلى شرع الله وأن التشريع حق لله، ثم معرفة الواقع الموجود في العالم الإسلامي بعد عهود الاحتلال، وهذا الذي نحاول تلخيصه بسرعة في مقامنا هذا، وهو معرفة الواقع في أمر الدساتير الموجودة في العالم عموما بما يخص قضية التشريع وسن التشريعات. هذه المسألة التي يبنى عليها مسألة صفة المجالس النيابية أو المجالس التشريعية بأنواعها المختلفة بدرجاتها المختلفة، وبناء عليها مسألة المشاركة فيها من خلال الانتخابات أو من خلال قبول التعيين فيها أو بأي درجة كانت المشاركة. الدساتير التي مرت بها أمتنا وهي موجودة بدرجات مختلفة إلى يومنا هذا، ولكن تفاوتت. كان أول الدساتير في بلادنا كان دستور سنة 23 عقب ثورة 19، وهذا الدستور لم ينص على مرجعية للشريعة، وإن كان قد نص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ولغتها هي العربية، وهذا عند الكثيرين يعني أن رئيس الدولة لابد أن يكون مسلما، عند الفقهاء الدستوريين كما يسمونهم أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام معناه عندهم لزوم أن يكون الرئيس مسلما أو الملك مسلما، ولكن مسألة عدم النص على مرجعية في التشريع فتحت الباب أمام من يسن التشريعات على الطريقة المعاصرة ويضع القوانين أن يفعل ما يختار، لكنه ملزم بالدستور لأنه أعلى القوانين في الحقيقة شأنا، ثم بالقانون الذي سبقه إن لم يكن قد عدل، ثم وكذا الحاكم والقاضي لابد أن يلتزم بالدستور ثم القانون، وتفسيراتهم للمواد التي لم تنص على مرجعية معينة للمجلس التشريعي أو المجلس النيابي جعلتهم يقولون ثم يراعي العرف، القاضي أو الحاكم أو الذي يسن التشريعات لابد أن يراعي الدستور ثم القانون ثم العرف، فإن لم يجد في هذه الثلاثة جاز له أن يحكم بالشريعة الإسلامية. كان هذا منزلة الشريعة عندهم، وهو الذي طالب البعض منذ شهرين أو ثلاثة في أول الثورة بالعودة إليه صراحة. ثم كان دستور سنة 54، وكان دستورا قد وئذ في مهده وانتهى أمره، ثم كان أيضا لا ينص على مرجعية معينة في التشريع. ثم كان الدستور المؤقت سنة 61 أظن كان الذي كان في فترة عبد الناصر، وكان لا يذكر الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد، استمر على ذلك الحال. جاء دستور 71، أول دستور دائم لجمهورية مصر العربية، وهو ينص على كان هناك بداية للصحوة وبداية لوجود بعد هزيمة 67 عودة جزئية من البعض إلى مبادئ الإسلام، وخروج الإخوان المسلمين من السجن في عصر أنور السادات إلى ما حدث، فبدأ هناك نوع من الطرح لقضية الشريعة. وكان دستور 71 ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهو بهذا النص الواضح يجعل الشريعة مع غيرها من المصادر الرئيسية للتشريع، هي أحد المصادر وليست المصدر.
الرئيسي فضلا عن أن يكون الوحيد. ولذلك لم يكن هناك أي غضاضة في أن تسن المجالس النيابية واحدا تلو الآخر ما يخالف الشريعة، لأنه ليست ملزمة إذا أخذت منه في جانب الأحوال الشخصية إذا فحسن، وإن أخذت منه في بعض القضايا القضاء المدني فحسن، وإن أخذت بغيره في قضايا قانون العقوبات وغيره فلا بأس ولا حرج. وظلت هذه المواد مقررة. في سنة 81 وقع تعديل، أو سنة 80 وقع تعديل دستوري باستفتاء شعبي عقده أنور السادات، وكان يريد أن يجعل بدل مدتين رئاسيتين فقط مدد متتالية للرئيس، وأدخل أيضا التعديل بإدخال الألف واللام فتصبح الشريعة، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وهذا ظل مختلفا في فهم معناه نحو 15 عاما. وكان التفسير السائد في هذا الوقت في أول صدور هذا التشريع، كان هناك مطالبات بأن يكون الوحيد، وكان هناك مطالبات بأن تكون أحكام الشريعة، وتخفيفا من قبضة الشريعة جعلوها مبادئ الشريعة، فسرتها المحكمة الدستورية بأنها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وأما ما غير ذلك فليس من المبادئ، لكنها جعلت هذا الأمر لمجمع البحوث الإسلامية. كان التفسير المقبول عندهم في هذا التاريخ أو الذي المستقر كما قررته المحكمة التي المحكمة العسكرية التي حاكمت قتلة السادات وحكمت عليهم بالإعدام، كان من ضمن الدفوع التي دفعتها هيئة الدفاع أن قانون العقوبات المصري قانون مخالف للشريعة الإسلامية فهو غير دستوري، وبالتالي فلا يجوز المحاكمة بناء عليه أصلا، وأنهم يريدون رد الناس القتلة إلى الشريعة الإسلامية. المحكمة رفضت هذا الدفع ورفضت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، وقررت أن النص الدستوري بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هو بمنزلة النص قبل التعديل، لأنه يسمح بوجود مصادر فرعية غير الشريعة، وبالتالي فلو فرض أن هناك قوانين مخالفة للشريعة لم تكن باطلة دستوريا. وهذا الذي قررته المحكمة، إلا أن القضية عرضت بالفعل على المحكمة الدستورية وظل الأمر معروضا عليها إلى سنة 96، حين فصلت المحكمة الدستورية العليا وهي المنوطة بتفسير مواد الدستور والحكم بدستورية القوانين وغيرها وموافقات الدستور من غيرها، من أن تفسير هذه المادة أن الألف واللام التي أدخلت على المادة الثانية فصارت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، حصرت المصدر الرئيسي في مصدر واحد وهو الشريعة، وبالتالي فيصبح لا يمكن أن يكون هناك مصادر فرعية تخالف المصدر الرئيسي، يعني كل مصدر خلاف الشريعة سيكون فرعيا، ولا يصلح أن يكون الفرع مخالفا للرئيسي. وبالتالي حكمت المحكمة بأن كل نص في القانون يخالف الشريعة بعد التعديل الدستوري سنة 81، وليس بعد حكم المحكمة لكن بعد التعديل الدستوري في 81، يعد باطلا كل نص يخالف الشريعة الإسلامية أو مبادئها بناء على قرار مجمع البحوث الإسلامية أعلى هيئة علمية عند منوطة بها تحديد ذلك أن هذا من مبادئ الشريعة أم ليس من مبادئها. إذا خالفها أي قانون بعد التعديل يعد باطلا دستوريا. وأما أن الدستور لم يتعرض بالإلغاء لما قبل التعديل الدستوري، لما صدر قبل التعديل الدستوري، فيظل الخطاب موجها إلى المجلس التشريعي ليسن ما يوافق الشريعة ويبطل أي شيء يخالفها. وأما قبل أن يفعل ذلك المجلس التشريعي فالقوانين الصادرة قبل التعديل ولو خالفت الشريعة قوانين دستورية موافقة للدستور.
يبقى عندنا إذن ما هو توصيف المجلس النيابي البرلمان المصري بمجلسيه بناء على هذا التطور في التشريع فيما يتعلق بأمر التشريع، وبناء على ذلك مسألة الانضمام أو لهذه المجالس والترشح لها وقبول التعيين لها بناء على ذلك. بناء على هذا الموقف، وكان موقف في الحقيقة عبر من أول دستور 23 إلى الدستور المصري الدائم سنة 71، كان هناك إقصاء للشريعة جعلها في المرتبة الرابعة، ولا شك أن هذا ممن يفضل القوانين الوضعية ممثلة في الدساتير والقوانين والعرف على شرع الله عز وجل، وهذا من أقبح أنواع الكفر. ولذا أنا بتكلم على الكفر من جهة النوع، لا أن كل من دخل يكون كافرا. سوف نتكلم أيضا باختصار على مسألة المشاركة رغم هذا الوصف أن هذا مجلس كفري المجلس، وليس هذا خاصا بمصر فقط، فهناك دول تحرم مرجعية الشريعة. يعني الدستور التركي يفرض العلمانية، يؤكد فصل الدين عن الدولة وعن السياسة، ويجرم مرجعية الشريعة والدعوة إلى الرجوع إلى أحكام الشريعة. القانون التركي يجعل عقوبة لمن طالب أو دعا بتحكيم الشريعة الإسلامية بعقوبة 8 سنوات من السجن، وإذا كان ضمن طائفة أو جماعة أو حزب فإن العقوبة تغلظ إلى السجن مدى الحياة. هذا الذي سموه أتاتورك، نتكلم على قواعد عامة. الدستور التونسي أيضا كان لا يذكر الشريعة من قليل أو بعيد، أما هناك دساتير أخرى، الدستور اليمني والدستور الإماراتي تنص على أن الشريعة اسمها مصدر الرئيسي للتشريع. على الدساتير التي تنحي الشريعة أو تجعلها مع غيرها مجالس كفرية، وهذا سوف تجدونه أو يعني من يقرأ يجدوه في توصيف موقف الدعوة من الانتخابات البرلمانية، لأننا قررنا ثوابت في هذا الباب أن المجالس التي لها حق التشريع، التي تعطى حق التشريع من دون الله مخالفة للشريعة، مجالس كفرية. ولم نتبرأ من هذا الموقف، هذا اعتقادنا إلى الآن، أن كل من أعطى أحدا حق التشريع المخالف لشرع الله ويقول هذا من حقه أن يفعل، هذا ليس بمسلم. كما ذكرنا القضية من الثوابت التي لا تتغير. يبقى أن هناك مواقف كتبت وأعدت في ضوء التفسير الذي كتب في هذا التوقيت. كما ذكرت أول نشرة حول المشاركة السياسية كدعوة السلفية تشريعية في ذلك الوقت، واستعرض الإخوة فيها موقف الدعوة بناء على فتاوى أيضا لأهل العلم رغم وجود هذا التفسير. التفسير ده اللي كان بيقول أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لا يعني إبطال ما يخالفها، يمكن أن تكون هناك بعض القوانين مخالفة، ويمكن أن تكون بعض القوانين من مصادر أخرى فرعية. هذا التفسير اللي فضل لغاية سنة 96 مقبولا عندهم، ومع ذلك وجدنا بعض أهل العلم الأفاضل السلفيين وليس من مناهج أخرى يقولون بأن من تبرأ من مبدأ التشريع من دون الله وأعلنه ودخل في هذه المجالس بنية الإصلاح، أن ذلك إذا كان يرجى منه الإصلاح كان أمرا جائزا، منهم الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في هذا الوقت. ومن أهل العلم من منع من ذلك بالكلية كالشيخ الألباني رحمه الله جميعا. وهذا الأمر في الحقيقة كان أمامنا ونحن نحدد موقفنا، وقلنا أن المسألة بشرط البراءة من المبادئ الكفرية التي توجد في هذه المجالس أو في الدساتير والقوانين، لأن هناك أشياء أخرى فيها من الكفر، من مساواة الملل ومن الإقرار بملة غير ملة الإسلام، وهناك يعني أوضاع تعطي الحاكم الملك مثلا السلطة المطلقة في أن يسن ما يشاء،
فلا يعطى هذا الأمر للمجلس بل قد يعطى لغيره. على أي الأحوال قلنا أن موقفنا كان بناء على ذلك، بناء لو حصل تبرؤ من المبادئ الكفرية التي توجد في بعض هذه المجالس أو الهيئات أو غير ذلك، إذا تبرأ منها وكانت نيته نصرة الشريعة وليس نيته تطبيق الديمقراطية على ما هي عليه بمفهمها مفهومها الغربي، وليس مقصوده أن يحقق الليبرالية أو المبادئ الأرضية أو الاشتراكية وغيرها، إذا كان مقصوده خدمة الدين فالمسألة مبنية على المصالح والمفاسد، ومبنية على يعني مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف بشرط البراءة من الأمور الكفرية والمخالفات للشرع ولو كانت دون الكفر أيضا. فكان هذا هو الموقف. وقلنا موقفنا بناء على دراسة واقعنا أننا نرفض المشاركة بالانتخاب أو بالترشيح أو بأي وجه من الوجوه، لأن المفاسد تربو على المصالح، وأن التنازلات كانت مطلوبة مطلبا أساسيا، أن يترشح يعني أناس تحت رايات أحزاب علمانية صريحة في فصل الدين عن الدولة، ويلزمون بقسم تحايل عليه بعض الإسلاميين في أن يقسموا على احترام الدستور والقانون، فأزادوا فيه فيما لا يخالف الشريعة، وحصلت معركة في هذا الوقت في المجالس انتهت بقبول هذا القسم منهم. يعني انت حاول البعض قالوا لا لازم يقسمهم على احترام الدستور والقانون من غير هذا القيد، وانتهت القضية في مساجلات بقبول قسم فيما لا يخالف الشريعة. يعني لو قالوا نحترم الدستور والقانون فيما لا يخالف الشريعة عدوها ودخلوهم في مجلس الشعب المصري في ذلك الوقت. بعد حدوث التفسير الأخير للمادة الثانية من أن كل ما يخالف الشريعة مما يعد باطلا فيما يستقبل، صرحنا بأن مجلس الشعب المصري وكذا مجلس الشورى بناء على هذا التفسير، الكلام ده كان في بعد صدور الحكم المحكمة وانتشاره، أظن كان في أواخر التسعينات أو في أوائل بعد عام 2000 بقليل، قلنا أن المجلس التشريعي المصري ليس مجلسا كفريا من جهة التأصيل النظري، من جهة الواقع العملي ما زال يسن مخالفات للشريعة، لكن من جهة جهالة الناس، من جهة أهوائهم، من جهة يعني ولائهم للحاكم والحزب الحاكم ولاء مطلقا ووجود الأغلبية المضمونة دائما، لكن من جهة التأصيل النظري مجلس الشعب المصري وكذا مجلس الشورى ممنوع دستوريا من أن يسن ما يخالف الشريعة، وبالتالي ليس من حقه هذا الأمر، فليس مجلسا كفريا. واقع الحال أن هناك من يحاول فرض ما يخالف الشريعة من خلال اتباع الأهواء. فكان هذا موقفنا، وظل موقفنا في مقضية المشاركة على نفس المضمون السابق وهو عدم المشاركة. لماذا؟ لأن المطلوب كان ولم يزل أن يتنازل الإسلاميون عن ثوابتهم العقدية في هذا الباب حتى يسمح لهم بالمشاركة، وكانوا يختبرون. أنا أتذكر بعض قادة الإخوان الذين ربما يرشح بعضهم نفسه أو يعرض على الترشيح للرئاسة، أنه صرح عندما سئل ماذا تصنعون لو أتت صناديق الاقتراع برفض وإلغاء الشريعة الإسلامية، فقال نقبل صناديق الاقتراع، نقبل ما تأتي بصناديق الاقتراع، وماذا ستصنعون إذا جاءت برئيس قبطي أو زنديق أو كافر، فقال نقبل بما تقول صناديق الاقتراع. الديمقراطية على أصولها، على ليس على آلياتها أو ليس على أنها تكون ضمن مفهوم الشريعة، بل على ما هي عليه من التشريع لغير الله. قالوا له ماذا ستصنعون في الأدب الإباحي وأدب الزندقة، ده واحد تاني، فقال لم يزل الشعراء الزنادقة والإباحيون والأدباء يكتبون بكل حرية. اختبار في قضية الليبرالية والحرية المخالفة للشريعة، دي كان مطالب. وأحيانا كانت تطلب مطالب الاشتراك في أحزاب علمانية قحة والتحالف معها،
والدخول في قوائم واحدة وفرض مرشحين غير مسلمين، وكل ذلك كان يقبل. موازين القوى العالمية والإقليمية والداخلية لا تسمح بتواجد الإسلاميين، لذا كان مسموحا على نطاق واسع جدا وبدعم غربي بكميات هائلة من التزوير، مع محاولات تقليلها مظهريا بوجود معارضة مستأنسة كانت تؤدي دورا ديكوريا في تحسين صورة النظام المستبد الذي يبدأ بالتزوير وينتهي بالموافقة. كله كان موافقة، وكان هذا الأمر لا يمكن تغييره في الواقع المعاصر، والثمن المدفوع باهظ، إما بالانضمام إلى الحزب الحاكم في كل البلاد، إما عشان يكسب لازم ينضم إلى الحزب الوطني، وإما بأن يدفع من ماله وحريته وأمنه بل ودمه أحيانا، ربما يؤدي القتل إذا كان سيرشح نفسه بغير ذلك مع مقاومة الحزب الحاكم. وفي النهاية النتيجة محسومة، وفي النهاية المقاعد ستدور ما بين 20 مقعدا، 5 مقاعد، 80 مقعد من 500، يعني لا تتجاوز النسبة 20% بحال من الأحوال، و80% بل أكثر في يد الحزب الحاكم وفي يد الطغمة المستبدة. فكان هذا الأمر يدفعنا إلى أن نقول: لماذا أدفع ثمنا غاليا باهظا في مقابلة منديل يستعمل لإزالة القاذورات لمجرد تحسين صورة نظام مستبد؟ وهم أنفسهم الذين كانوا يشاركون شاركون الموقف في كثير من الانتخابات بالمقاطعة، ظل الموقف كذلك. تغير الحال، نعم تغير الحال، تغير الحال بحدوث الثورة، وكان هناك على دول أخرى للعلم كانت هناك مشاركة سلفية فيها، ولكن الحقيقة أن الدول الأخرى التي كان فيها مشاركة سلفية بدرجة ما هي من الدول المحدودة الأثر، وربما كانت محتلة في الحقيقة بقوات أجنبية، وكان المطلوب يعني أو هامش الحرية واسع بحكم أن الدولة في جملتها في يعني صف أو في فلك النظام العالمي الجديد، ولا يسمح بوجود هذا في مصر بدرجة من الدرجات. الغرض المقصود، قامت الثورة، تغيرت بلا شك كثير من الموازين الداخلية والإقليمية والعالمية، والثورات العربية في المنطقة أيضا غيرت كثير من الموازين. أصبح مطلب العشاء، ما أصبح المطلب بوجود نزاهة في الانتخابات مطلبا يصعب تجاوزه بلا شك. أصبح عندنا موقف مختلف من كتابة دستور جديد بعد سقوط الدستور الماضي، وكان هناك محاولات لعدم تغيير، لعدم إسقاط الدستور، ووجود يعني بقاء لمحاولات بعض التعديلات فيه، لكن انتهى الأمر ب إنه سيكتب دستور جديد خلال المرحلة القادمة. وجود تأثير للثورة في إطلاق قدر من الحرية للعمل الإسلامي، قدر كبير بلا شك، مع وجود محاربة إعلامية ضخمة للغاية بدلا من المحاربة الأمنية. الحرب ما زالت مستمرة لكن تغيرت أدواتها، ومحاولات الاستيعاب أيضا ما زالت تقوم على قدم وساق، محاولات تغيير فكر الإسلاميين من الداخل وعرض نمط إسلامي يقبل التعامل مع المناهج الغربية بالقبول. وخير نموذج على ذلك لدى الغرب هو النموذج التركي، الذي يختلف اختلافا جذريا عن واقعنا. المجتمع التركي تعرض لإبعاد هائل عن الدين بالكلية بالحديد والنار عقودا طويلة، فما يمكن أن يتحقق في أن تظهر امرأة متحجبة في جامعة من الجامعات أو هيئة من الهيئات يعتبر انتصارا هائلا، وحجاب غير مقبول شرعا، ومع ذلك فكان هذا انتصارا هائلا غير متصور، فضلا عن غير ذلك، مع تقديم تنازلات غير محتملة بالنسبة إلى مجتمعنا. تقرير أن فصل الدين عن السياسة، ده النهاردة الأحزاب العلمانية بتاعتنا بتقول لا نقبل فصل الدين عن السياسة. حزب الوفد بيقول كده تصريحا، حزب الوفد أحسن من المداخلة في الموضوع ده دلوقتي.
دول بيقولوا القضية دي قضية فرعية، وحزب الوفد بيقول عبر سلسلة مقالات التحكيم الشريعة قضية عقدية. فإحنا دلوقتي نقوم إحنا نقبل إن إحنا ننتقل إلى النموذج التركي الذي يقرر قبول العلمانية وأنها لا مقدمة في كل شيء، والدولة المدنية والديمقراطية على أصولها. وكما ذكرنا هذا الأمر ده تقهقر غير محتمل في مجتمعنا. فبنقول إن الطرح ده الذي يمثل بقى كأنه مكافأة أن يسمح بوصول الإسلاميين إلى الحكم على هذا الواقع، دعوه يظل مسمى غير إسلامي أولى من أن تسموه إسلاميا وهو أسوأ من القائم. يعني أن يكون هناك نظام حكم أسوأ من القائم يصرح بفصل الدين عن السياسة مثلا، يصرح بفصل الدين عن الدولة، ويصرح بأن التشريع حق لغير الله، ونسميه إسلامي ونكون بقى إن رموز الإسلاميين هم اللي بيحكموا، يبقى ده خلل. لا، خلي الناس تقول إن هم مش إسلاميين وهم يقولون أن التشريع حق لله وأن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، يبقى أيهما أفضل لنا؟ ولذلك لا يتصور أن يكون هذا هو المثال المقصود. أقول هناك أطروحات جديدة تؤثر على الواقع المستقبلي بلا شك. نحن قلنا أن هذه القضية قضية مبدأ بالنسبة لنا، سندافع عنه بكل الوسائل المتاحة، مسألة الحكم والتشريع لله عز وجل. لا شك أنه لا يحتمل ولا يقبل في مثل هذا الظرف أن يكون لنا احتمال تأثير ولنا وجود في واقع الحياة المصرية الاجتماعية والسياسية، ثم لا نستعمل هذا الوجود في محاولة منع التدهور في قضية الشريعة ومحاولة تفعيل هذه المادة وحث المجلس التشريعي المصري أو النيابي المصري على أن يطبق ما هو ملزم به في وحدة التشريع، من أن يكون ذا مصدر واحد، المصدر الرئيسي هو الشريعة الإسلامية، بمراجعة ما سلف من قوانين قبل التعديل الدستوري، وهو ليس مجلسا كفريا، دستور حيتكتب عبر الانتخاب في المجلس التشريعي، مطلوب تفعيل المادة الثانية والمحافظة عليها، ومطلوب تقليل الشر والفساد، ومطلوب تكثير الخير والصلاح، واحتمال حصول ذلك. أقول احتمال، نحن لا نجزم بحصول ذلك ولكننا نرجوه ونقول احتمال وارد. ما الذي يمنع منه إذن بعد العشاء؟ الله نقول بعد تغير الظروف، تغير الزمان والمكان، أعني تغير الأحوال في زمان في بلادنا وفي بلاد أخرى كذلك، صارت غير الأحوال الأخرى، لم يتغير التأصيل الشرعي للمسألة، وهي أن مسألة العمل السياسي مبني على البراءة من المبادئ الكفرية والمخالفة للشريعة و الاجتهاد في تحصيل أكبر قدر من المصالح ودفع أكبر قدر من المفاسد بميزان الشريعة. فكان تغير الفتوى بتغير الأحوال أمرا غير مستنكر، وبعد التشاور يعني في الاحتمالات القادمة يعني وجدنا أن احتمال حصول قدر من المكاسب للعمل الإسلامي بالمشاركة ومنع قدر كبير من المفاسد أصبح يمكن أن يتحقق بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه لن يكون على حساب العمل الدعوي التربوي التعليمي الذي يعلم الناس الدين، الذي هو أصل منهج الدعوة في التغيير، لكن إضافة من الإضافات للعمل الدعوي في مجالات جديدة. سيقول القائلون: ماذا ستصنعون في واقع غير إسلامي؟ هناك مطالب بالدولة المدنية والمواطنة والديمقراطية وموقف غير المسلمين ووضع المرأة والتعاملات الدولية خاصة مع إسرائيل والتحديات الداخلية،
طبعا كل هذه كل واحدة لها بفضل الله عز وجل عندنا تصور ويعني كلام محدد فيها، لكن في الجملة نقول القضية أننا نعرف الفرق جيدا بين الواقع الممكن وبين المطلوب المشروع، ولعلكم لاحظتم هذا في أول بيانات الدعوة أثناء الثورة فيما يتعلق بقضية التغيير السياسي في البيان رقم 3 في أثناء الثورة، قلنا أن الكلام البحث عن الممكن من التغيير، هناك تدريج مبني على قضية القدرة والعجز، ليس مبنيا على أننا نختار في شرع الله عز وجل. شرع الله لا يمكن أن نرى لأنفسنا خيارا معه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ونعلم أن الواقع غير إسلامي سواء في مقاصده أو في آلياته، سواء في تأصيله النظري أو في تطبيقه العملي، لكننا نقول ندرك الفرق بين المأمول المرجو المطلوب شرعا وسيظل أمامنا وأدلته لا تحتمل تنازلا، وعقيدتنا كذلك لا يمكن أن نتنازل عنها. لذلك مسألة إقامة الدين في الأرض كلها لا يمكن أن يغيب عن حس مسلم، لكن هذا نقدر عليه أم لا؟ الحدود مثلا، ما الذي نقدر عليه وما الذي نعجز عنه؟ بناء على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، يكون والمصلحة والمفسدة بميزان الشريعة، عند ذلك يقع في أمر كأمر واقعي نوع من التدرج، وليس أننا نحن الذين نحدد أحكاما نقبلها وأحكاما نؤجلها باختيارنا. شرع الله عز وجل الآيات التي نزلت هو سبحانه وتعالى أعلم بما كان وما سيكون، وهو أنزل القرآن كاملا وتعبدنا بتلاوته وحفظه عز وجل كاملا. يبقى ليس بوسعنا أن نلغي آيات أو نكتمها أو نضع أيدينا عليها، ستظل قائمة. عملنا بها مبني على قدرتنا واستطاعتنا، فإذا عجزنا أو إذا لم نقدر على أمر معين إلا بمفسدة في ميزان الشريعة أعظم، كان ذلك عجزا في حقيقة الأمر. وبالتالي فكثير من المسائل نحن نقاوم فيها كل باطل، ولكننا ندرك أن هناك أشياء لن نستطيع تغييرها. لو ضربت مثالا بهذا في قضية الأضرحة مثلا، نحن نعتقد بطلان إقامة المساجد على القبور، ونعتقد أن ما يصرف من عبادات لأصحاب الأضرحة شرك وكفر، من دعاء واستغاثة ونذر وطواف ونحو ذلك، لكن مسألة إزالة هذه الأضرحة دي مسألة أخرى مبنية على التغيير، كيفية التغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة في عمرة القضية وحولها 360 صنما، هل كان هذا إقرارا بالأصنام؟ بل كان ولم يزل، لا يزال ولم يزل منكرا عبادة الأوثان، وكسرها في 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 فتح مكة. ولكن عندما طاف بها وكان بمكة وحده، كان قادرا من جهة القوة المادية أن يزيل هذه الأصنام، لأن أهل مكة تركوا مكة ويظلوا خارجها 3 أيام، ومع ذلك فإنه لم يكسرها لأن كان هناك عهد، ودخل مكة بالعهد الذي كان في الحديبية. فهذا أمر آخر، تغيير المنكر ولو كان هو الأصنام أمر يتوقف على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. وأما الاعتقاد فلا يمكن أن يتنازل، يعني سيظل اعتقادنا في إقامة الحدود واجبا، وفي قتل المرتد واجبا، وفي مقاتلة الكفار واجبا، ولكن أما أن نفعل نحن هذا أو لا نفعله، نحن عندنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع مختلفة من المعاملات مع الكفار، نختار منها الموافق لظروفنا وأحوالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل كفار مكة وهو بمكة بالكف، كف الأيدي والصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره، بل كان ممنوعا من القتال، استأذنه أهل العقبة أن يميلوا على أهل الوادي فقال إني لم أمر بقتال، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لما ذهب إلى المدينة عاهد يهود بلا مال، عاهد يهود عهدا مطلقا، الثلاثة قبائل اليهودية
بلا مقابل مالي يدفعه اليهود ولا مقابل مالي يدفعه المسلمون. هم صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أن يدفع ثلثي ثمار المدينة الأحزاب لينصرفوا، دل ذلك على أن هذا وجه من الوجوه في بعض أحوال الضعف للمسلمين. وعامل المشركين في الحديبية بعهد مؤقت 10 سنوات بشروط مجحفة للمسلمين، منها أن يرد من أتاه مسلما ولا يرد المشركون من أتاهم مرتدا، وعاملهم بذلك وقال من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن يعني رددناه إليهم فسيجعل الله له مخرجا. وهذا أمر. وعاملهم صلى الله عليه وسلم بالعفو في مواطن وب يعني العنف في مواطن، قتل بعض من تعلق بأستار الكعبة عندما فتح مكة، وصفح عن الطلقاء، وفرض الجزية على نجران والبحرين، وعامل أصحابه الكفار كذلك بأنواع مختلفة، ولم يزل فقه العهود واحتمال المسالمة مع الكفار مدروسا في الفقه الإسلامي. إذا بنقول فيه هناك أمور متعددة يمكن أن نتعامل بناء على المصلحة، وهذا الذي قبل الأحكام النهائية ليس منسوخا ولكن منسأ يعمل به في الظروف المشابهة للحال التي يكون المسلمون فيها. فالجملة الباب أن الواقع قد يختلف عن المطلوب المأمور به شرعا. وأما هناك أمور لسنا في حاجة إلى قبولها، أعني على سبيل المثال الدولة المدنية التي هي في مقابلة الدولة الدينية، الدولة التي ليس لها مرجعية. الدستور المصري لم ينص على مدنية الدولة، إلى الآن لم ينص على مدنيتها، وتفسيرها عندهم فيه غبش. ونحن لسنا في حاجة إلى أن نستحدث مزيدا من الألفاظ التي فيها إيهام بخلاف الشريعة أو قصد بخلاف الشريعة كلفظ الدولة المدنية، مع أن اتجاهات إسلامية كثيرة تقبل هذا ويظنون أنهم يمكنهم أن يعني يقولوا لعامتهم نحن نقصد بالدولة المدنية الدولة الحديثة مثلا أو الدولة التي ليست عسكرية. لا، ده مش كده قطعا. الدولة المدنية عند القوم وهم يطالبون بها، ولذلك نحذر كل الإسلاميين من أن يقبلوا هذا النص غير الموجود في الدستور. لماذا نأتي بهذا اللفظ؟ لفظ الدولة المدنية عندهم تساوي في الاصطلاحات ليست دينية، وهذا ليس بفضل الله عز وجل، لسنا بحاجة إليه. أما لفظ الديمقراطية فنحن نقول هناك من آليات الديمقراطية، من آلياتها بعيدا عن قضية التشريع، عن قضية التشريع لغير الله، هذه القضية قضية كفر وإيمان، والدستور المصري يلغي هذا الجزء الآن، والإعلان الدستوري كذلك، وهي مواد كما قالوا مواد فوق دستورية، لأنها النظام العام للأمة، عقيدة الأمة عامتها يعتقد وجوب الشريعة الإسلامية، ولذا لا يمكن أن تقبل الديمقراطية التي تنص على أن التشريع للأغلبية. الأغلبية هنا ملزمة بأن تظل داخل تحت نطاق الشريعة، ولكن مسألة الوسائل التي يعني يمكن الوصول إليها، آليات الانتخاب والانتخابات النزيهة ونحو ذلك، هذه يمكن أن يكون لها توصيف إسلامي في بعض الأحيان وببعض الضوابط، قد لا تتوفر في كل الأحيان، ولكن يمكن أن تحسن على يعني كثرة التأثير الإسلامي في العمل السياسي بإذن الله تبارك وتعالى. لكن في الجملة هناك ما يوافق يعني الآليات المعينة من آليات الديمقراطية، من مراقبة الحاكم، من عزله، من تعيينه، من أمره بالمعروف عن المنكر، من كونه ملتزما بالقانون الملزم للدولة الإسلامية، هو قانون الإسلام، شريعة الإسلام، كل هذه موجودة في الشريعة الإسلامية. فلذلك يمكن أن نقبل هذا الجزء ونرفض الجزء الآخر المخالف للشريعة. وأما بالنسبة لغير المسلمين ماذا تصنعون في هذا؟ نحن لم ولن نقبل ما يخالف الشرع في ذلك، ومعنا ما يؤيد هذا الأمر عالميا ودستوريا بعد شرع الله عز وجل. قال الله ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. إيه اللي يخلينا إن إحنا نقبل بولاية غير المسلم وبمشاركته في الوظائف السيادية ونحو ذلك من الأمور؟ أمور الولايات لابد أن تحقق مقاصدها،
ودساتير العالم كثيرة جدا تقبل هوية الدولة من خلال تحديد رئيسها. الدستور الوضع في انجلترا مثلا، في بريطانيا، رغم انه غير مكتوب دستوريا لكنه عرف متفق عليه ثابت عندهم ان يكون رئيس الدولة الملك هو رئيس الكنيسة البروتستانتية، رئيس الفاتيكان هو رئيس الكنيسة الكاثوليكية. 7 دول منها اسبانيا واليونان وصربيا، عدة دول في أوروبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي تقبل تحديد رئاسة الدولة في شخص في يعني بدين ومذهب معين. لماذا إذن تفرضون علينا أن نقبل أن نخالف شرع الله في هذه المسألة؟ ونقول للإسلاميين لماذا تضحون بشيء أنتم لستم مسبوقين باشتراطه في العالم؟ العالم يقبله، إذن لماذا تقبلون أنتم ما يخالف شرع الله؟ وكذلك مسألة ولاية المرأة، ولاية المرأة عندنا نص في هذا، محاولة التحايل الكاذب على أن الولاية في بلادنا ليست الولاية العظمى كلام باطل قطعا. الحاكم في هذه الجمهوريات والملكيات والإمارات، الحاكم يأخذ صلاحيات الإمام الأعظم بلا شك. القضيات التعاملات الدولية ومع من خالفنا، يعني مع أعدائنا ومع اليهود خصوصا، القضية كما ذكرت تبحث في دائرة المتاح الممكن والمقصود المشروع. نحن نعتقد بلا شك عدم حق إسرائيل في أرض فلسطين، عقيدة راسخة، وأن الصراع معهم باق إلى قبيل قيام الساعة، ولكن إلغاء الاتفاقات ونحو ذلك مبني على قدرتنا وعرزنا ومصلحتنا ومفسدتنا، وهكذا في سائل الأمور. نسأل الله عز وجل أن نكون قد أوضحنا بعض ما يحتاج إليه، وأترك لفضيلة الشيخ محمود تكملة المسائل بقى. جزا الله شيخنا على ما قدم وبين لنا حول بعض ما يتعلق بالمشاركة في العمل السياسي، من أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، والتجرد بالبحث عن مصلحة الدين بعيدا عن مصلحة الذات والرياسة والوجاهة، وأنه لا بد في العمل السياسي من أمور لا محيص عنها لمن أراد هذه الممارسة. أولا، إدراك شمول هذا الدين لكل جوانب الحياة. ثانيا، أن الحكم لله وأن التشريع حق خالص لله سبحانه وتعالى. وبين فضيلته أن وصف المجلس البرلماني كان بناء على التطور الدائم في الدساتير، وعلى هذا الوصف تكون الفتوى بالمشاركة أو المنع، ولقد كان المنع هو الأكثر استعمالا إلى أن تغير الحال على نحو ما وصف شيخنا الجليل فتغيرت الفتوى، وأن العمل السياسي هو إضافة لوسيلة جديدة من وسائل الدعوة، وهي ليست بديلا عن الدعوة والتربية، إذ هي الأصل والغاية، وهي النهر الذي يفيض منه كل خير. وبين لنا فضيلته واجبنا، وهو معرفة ديننا تفصيلا، وعدم الاكتفاء بالإجمال، وإدراك فهم سلف الأمة في تغيير هذا الواقع، ومعرفة موازين المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. أما عن بعض ما يتعلق بتفاصيل العمل السياسي من صور العمل السياسي ودوافعه ومنطلقاته الشرعية وضوابطه وفتاوى أهل العلم حوله ومراحل تغيير الفتوى فيه في مصر، فيحاضرنا شيخنا الفاضل الشيخ محمود عبد الحميد، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكانت كلمة غير مقبولة، وذلك لأنه علق في أذهان الناس أن السياسة هي الغش والخداع والكذب والتزوير والاستبداد وتحقيق مصالح شخصية وفئوية والتحايل على مصالح الناس، وهذا في الحقيقة هو معنى السياسة عند غير المسلمين. لكن السياسة كلمة شرعية عندنا، وهي تعني فن تيسير الأمور. السياسة فن تيسير الأمور، أي تيسير الأمور للناس ورعاية مصالح الناس ومحاولة لتحقيق مصلحة عامة للجماعة البشرية،
لأن الجماعة البشرية تتعارض مصالحها وكذلك تختلف وتتباين، ولا يمكن تحقيق أغراض الناس جميعا، فلا بد أن يكون هناك ضابط نحتكم إليه وهو المصلحة العامة الشرعية. فإذا حققنا المصلحة العامة الشرعية فنحن نكون قد حققنا مصلحة الجماعة، وإن لم تتوافق مع بعض الناس، يعني بعض أغراض الناس، لأن هناك من يريد الشر، يعني بعض الناس يريد حتى الشر لنفسه لأنه لا يعلم أن هذا من الشر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هناك بعض الناس ربما يطالبون بأشياء تكون هي شر لهم في الحقيقة لكن لا يعلمون. فالسياسي هو الذي يحاول أن يوفق بين مصالح العباد ويحقق المصلحة العامة المنضبطة بشرع الله الحكيم. هذا هو معنى السياسة عندنا، هو فن تيسير الأمور وتحقيق المصلحة العامة للجماعة البشرية. أما المشاركة السياسية، فالمشاركة السياسية هي مشاركة في أحد الأنشطة السياسية التي تساهم في صنع القرار الذي يعني بالجماعة البشرية، سواء كان ذلك بصورة التصويت، وهذه الصورة الأولى، وهي صورة الإدلاء بالصوت، وهذه قد تكون في الاستفتاء على الدستور، قد تكون في ترشيح رئيس الجمهورية، قد تكون في اختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى، قد تكون في اختيار أعضاء النقابات المهنية والاتحادات العمالية والمجالس البلدية أو المحلية. فهذا التصويت وهو الإدلاء بالصوت نوع من المشاركة السياسية، هذا نوع من المشاركة السياسية، أن تدلي بصوتك وأن تختار أحد هؤلاء المرشحين. الصورة الثانية من صور المشاركة السياسية هي في تكوين جماعة ضغط، في تكوين جماعة ضغط. وجماعة الضغط هي جماعة تتوافق في أفكارها وتتوافق في مصلحتها أيضا، يعني لها مصلحة واحدة ولها فكر واحد، ولكنها لا تريد الوصول إلى السلطة. هذه الجماعة لا تريد الوصول إلى السلطة، لكن تريد أن توجه الرأي العام، تريد أن توجه الطائفة التي هي من طوائف السلطة التي تقوم بممارسة السلطة إلى توجيه يخدم مصلحتها. فهذه الجماعة وهي جماعة الضغط نوع من أنواع المشاركة السياسية. النوع الثالث من أنواع المشاركة السياسية هو المشاركة في المجالس المحلية، في النقابات المهنية، في النقابات العمالية، في بقية المجالس مثل نادي القضاء أو غيره من نادي أعضاء هيئة التدريس وغيرها. كل هذه المشاركة هي مشاركة سياسية، لأنه يرجو من المشاركة في مثل هذه التجمعات أن يساهم في صنع القرار، سواء كان ذلك بالمشاركة الحقيقية أو أنه يدفع بالضغط صانع القرار إلى اتخاذ قرارات تخدم المصلحة التي يتجمع فيها هؤلاء في هذا التجمع. هذه المشاركة الثالثة. المشاركة الرابعة هي تكوين الأحزاب، والأحزاب أيضا يعني مثل جماعة الضغط، هو جماعة متوافقة فكريا ولها مصلحة واحدة لكن تسعى إلى الوصول للسلطة عن طريق الحزب، وهي التي تصنع القرار بعد ذلك. يعني تكون هذه الجماعة هي التي تصنع القرار بعد ذلك، وهذا هو المعنى البسيط للحزب، جماعة متوافقة فكريا ولها مصلحة واحدة تسعى لتحقيقها، لكن تختلف عن جماعة الضغط أنها تريد الوصول إلى السلطة لصنع القرار بنفسها أو المشاركة في صنع القرار بنفسها، بخلاف جماعة الضغط فإنها تضغط على صانع القرار لاتخاذ قرارات تخدم مصلحة الجماعة دون المشاركة في السلطة، دون أن يشاركوا في السلطة. هذه الصورة الرابعة وهو صورة تكوين الأحزاب. أما الصورة الخامسة فهي الترشح لمجلسي الشعب والشورى، والصورة السادسة هي المشاركة في العمل التنفيذي، أي في الحكومة نفسها في الوزارات وغيرها. وأما الصورة السابعة فهي الترشح لرئاسة الجمهورية. وهناك بعض الأنشطة أيضا يطلق عليها بالعمل السياسي، سواء كانت سلبية أو إيجابية تتفق معها أو تختلف معها، مثل الإضراب، مثل الاعتصام، مثل المظاهرات، مثل الكتابة في الصحف والجرائد والمجلات والظهور الإعلامي.
مثل التحليل والنقد للمواقف السياسية، وهي تدخل في الأمر معروف والنهي عن المنكر للحكومة أو للحاكم أو للمجالس البرلمانية، تنتقد سياسة البلاد، فهذا كله يدخل في النشاط السياسي أو في العمل السياسي، وهذه صور من صور العمل السياسي. نحن سننتقي من هذه الصور ما يناسبنا وما يليق بنا وما هو في استطاعتنا. نحن سنشارك بالتصويت في سواء كان على الدستور كما شاركنا بالأمس القريب، وسنشارك أيضا في المجالس المحلية، في النقابات المهنية، في اتحادات الطلاب، في غيرها. هذه مشاركة سنشارك فيها، وهذه ليست فيها يعني أمر فقهي يعني فيه خلاف، لأن هذه ليست مجالس تشريعية ولكن هي مجالس تنفيذية، وهذه سنشارك فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بتكوين جماعة ضغط، فنحن في الحقيقة أيضا جماعة ضغط، نمتلك عدد كبير جدا من الأصوات ونمتد على مساحة كبيرة من البلاد، نشارك في جميع محافظات الجمهورية بأصوات معتبرة، ونستطيع أن نضغط بهذه الأصوات على صانع القرار لاتخاذ مواقف تناسبنا أو تخدم أهدافنا المشروعة الإسلامية، فهذا أيضا سيكون من الأعمال. أما ما يتعلق بتكوين الأحزاب، فالدعوة لن تكون حزبا أبدا، ولن يشارك الدعاء الذين يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حزب من الأحزاب، وإنما نحن قد ننظر في أقرب الأحزاب إلى منهجنا ونؤيده وندعمه، وهذا الحاصل الآن في حزب النور الذي أنشأه الدكتور عماد عبد الغفور. وهؤلاء المشتركين في هذا الحزب من أبناء الدعوة السلفية، سواء كانوا في الإسكندرية أو في جميع المحافظات، هم من أبناء هذه الدعوة المباركة، وهم شاركوا في الحزب للعمل السياسي لكي يقوموا بواجب أيضا الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من هذا الجانب في الاحتساب. ونحن بعد الاطلاع على برنامج هذا الحزب سندعم هذا الحزب في الانتخابات القادمة، وسنقويه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المنهج متوافق مع الدعوة، لكن الدعوة ليست حزبا، ولن تكون الدعوة حزبا، ولن يشارك الدعاة المعروفين في أحزاب ولا في ترشحات، سواء كان ذلك لمجلسي الشعب والشورى أو لغيرها من رئاسة الجمهورية أو غيرها. إلى الآن يعني إلى أن يعني إذا جد جديد يكون لكل حادث حديث. هذا هو الأمر الأول في صور المشاركة السياسية وموقفنا من صور المشاركة السياسية. الأمر الذي ربما يشغل كثير من إخواننا، وهو لماذا نشارك في هذه العملية السياسية. ينبغي أن نعرف أن مشاركة الدعوة السلفية في العمل السياسي إنما الغرض منها نصرة دين الله سبحانه وتعالى في ظل واقع يعادي. هناك واقع يعادي التدين، وهذا معروف ومشاهد، وأنتم تشاهدون هناك جبهة هي ليست كبيرة لكن تمتلك الإعلام، وهي من الليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين والشيوعيين وغيرهم، يقفون صفا واحدا في معاداة الدين ومحاولة يعني منع الإسلاميين من الوصول إلى تحقيق مكاسب تخدم أهدافهم المشروعة في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى على العباد. فنحن غرضنا من المشاركة السياسية نصرة دين الله سبحانه وتعالى في ظل هذا الواقع الذي يعاديه، وليس انتصارا لجماعة ولا لجمعية ولا لغير ذلك، ولا لحزب ولا لغيره. يعني ليس هذا أمر فيه تحزب ولا فئوية ولا يعني ولا انتصار لأشخاص ولا لغير. نحن لا نريد إلا الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد بهذه المشاركة نشر الحق ومساعدة الناس على الالتزام به، وكذلك يعني التقليل من الشر والفساد الواقع على العباد، وعلى أن تتوج هذه الجهود بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى.
يعني الهدف الذي نسعى إليه هو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن قد لا نصل إليه من أول جولة ولا من الجولة الثانية، قد نصل إليه بعد جولات، وهذا ما ينبغي أن نعرفه. وكما قال الشيخ ياسر أن هذا الأمر نحن عندنا تدريج في التنفيذ، لكن ليس عندنا تدريج في التشريع. التشريع اكتمل بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان التشريع قد كمل، والله سبحانه وتعالى امتن علينا بإكمال هذا الدين وإتمام هذه النعمة علينا. فمن ناحية التشريع، التشريعات ينبغي أن تكون واضحة، الحلال حلالا والحرام حراما، وهذا أمر معروف لا نحيد عنه، لكن تطبيق ذلك وهو التنفيذ هو الذي يعني يليق به التدرج، يعني أو يسمح أو يجوز فيه أن نتدرج مع العباد فيه حتى نصل، وهذا حسب القوة وحسب الضعف وحسب القدرة وحسب العجز، وهذا معروف في الفقه الإسلامي. فنحن نسعى أن نتوج هذه الجهود المباركة بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في جميع مناحي الحياة، حتى نحقق الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى، ولا يكون الاستسلام مجرد دعوة ندعيها، وإنما نستسلم لله سبحانه وتعالى في كل جوانب الحياة. الأمر الثاني أن هذه المشاركة ليست بديلا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ورافد من روافد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن لن نترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنها هي العمل الأصلي لنا، والمشاركة السياسية تمثل حماية الدعوة، فنحن لن ننشغل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المشاركة السياسية، وإن كانت المشاركة نوع من الدعوة، وإنما سنهتم ببناء أبناء هذه الدعوة وأبناء المسلمين وتهيئتهم ليكونوا على أحسن حال من الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، حتى يستطيعون بعد ذلك المشاركة بأنفسهم، سواء كان في العمل الدعوي أو في العمل السياسي. الأمر الثالث، نحن نريد من المشاركة أن نصل إلى صياغة قوانين تكون موافقة للشريعة الإسلامية، وأن نمنع أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وأن نطهر القوانين الماضية التي كانت مخالفة للشريعة الإسلامية، أن نزيل هذه القوانين وأن نعيد هذه القوانين إلى الموافقة للشريعة الإسلامية. الأمر الرابع، أننا نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية من خلال الحصول على الأغلبية، نحن والإسلاميين معا، إذا وصلنا إلى الأغلبية فإننا سنكون بمقدورنا تطبيق الشريعة الإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس، تقليل الشر والفساد. وتقليل الشر والفساد عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه كلما قل الشر والفساد كثرت الطاعة لله سبحانه وتعالى. والأمر السادس، عدم ترك الساحة للعلمانيين، لأنهم إذا انفردوا بالساحة سنوا قوانين تخدم مناهجهم وتكون وبالا علينا، وتكون وبالا علينا، ثم بعد ذلك نجلس نحن نولول ونكون من المهمشين والذين لا يؤخذ رأيهم في شيء، ثم تسن القوانين وتفرض علينا، نحن نقول نحن نشارك هؤلاء ويسنون قوانين، نحن إذا تركناهم سنوا قوانين أبشع وأبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، ثم فرضت علينا فرضا، ثم فرضت علينا بعد ذلك فرضا لا نستطيع أن نتخلص منها. الأمر السابع، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا دخلنا في هذه التي تسمى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالنخبة أو بصانع القرار أو غير ذلك، قد نستطيع تحويل هؤلاء بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى، قد يحدث تأثير في هؤلاء يكون فيه خير بإذن الله سبحانه وتعالى للإسلام والمسلمين. أيضا المشاركة المقصود منها حماية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بوجود أعضاء في البرلمان يشكلون حماية لهذه الدعوة، لأن الدعوة تحتاج إلى إطار قانوني تتحرك فيه، خاصة أننا كنا نعيش في الماضي في دولة بوليسية، وكنا نجيد نحن السلفيين كنا نجيد التعامل مع هؤلاء، يعني مع الأمن، وكيف نلتف عليهم وكيف نقيم أنشطتنا بعيدا عن أعينهم، كنا نستطيع فعل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وأجدناه لمدة طويلة،
حتى أنهم يخرجون الآن يقولون نحن كنا نتوافق مع الأمن وكنا عملاء للأمن وغير ذلك، نتيجة قدرة السلفيين على أنهم استطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى أن يتعاملوا في هذه المدة الطويلة مع هذه الدولة البوليسية ويحققون أهدافا لم يحققها غيرهم في الرخاء، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا. لكن الدولة القادمة ستكون دولة قانونية، يعني كل شيء ينبغي أن يكون له يعني يكون مقننا، ولذلك نحن لابد أن يكون لنا إطار يحمي هذه الدعوة بوجود أعضاء في البرلمان، سواء كانوا من الحزب أو أن الدعوة ترشح بعض الناس ليكونوا أعضاء في البرلمان، أو أننا نختار من غيرنا من الإسلاميين من غير الدعوة من الناس الأناس الصالحين، نختار منهم أيضا من إذا كان في بعض الدوائر ليس لنا مرشحين فيها سنختار الإسلاميين أيضا في هذه الدوائر أو بعض الناس الصالحين إن لم يكن فيها من الإسلاميين. المشاركة في العمل السياسي في هذه المرحلة صناعة تاريخ وليس مجرد مشاركة. المادة 60 في الإعلان الدستوري بتنص على أنه في أو بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى وفي أول جلسة لمجلسي الشعب والشورى يختار 100 عضو من المنتخبين غير المعينين لعمل دستور جديد للبلاد، فنحن لن نسمح أن يكون هناك من يصنع لنا دستورا، لابد أن نشارك ولابد أن تكون هناك مشاركة فعالة، وهذا الدستور ربما يحكم بعد ذلك 30 سنة 100 سنة قادمة يحكم هذا الدستور. فهذا هذه المشاركة ليست مجرد مشاركة في الحقيقة، هي صناعة تاريخ لهذه الدولة من جديد، أن نحن نصنع هذا التاريخ، فلابد أن يكون لنا مشاركة في هذه في المرحلة القادمة، لا بد أن يكون هناك مشاركة. وقلنا أن المشاركة ليست نوعا واحدا، يعني الناس عندما نقول مشاركة تذهب أذهان الناس جميعا إلى مجلسي الشعب والشورى. قلنا الصور كثيرة جدا، صور مشاركة صور كثيرة جدا، ونحن سنشارك في أغلبها بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يتبادر أيضا إلى الأذهان، لكن ما هو المنطلق الشرعي الذي تنطلقون منه؟ أنتم تعرفون أننا لابد أن يكون هناك يعني أدلة شرعية على كل عمل نعمله، نحن لا نقول ولا نعتقد ولا نعمل إلا إذا كان هناك دليل شرعي على منطلقاتنا أو على أعمالنا واعتقاداتنا وأقوالنا. نحن ننطلق في المشاركة في هذه المشاركة السياسية من 3 منطلقات، المنطلق الأول السياسة الشرعية، والمنطلق الثاني المصالح المرسلة، والمنطلق الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمنطلق الأول وهو السياسة الشرعية، السياسة الشرعية تعني جلب المصالح ودفع المضار ومراعاة المقاصد التي جاء بها الشرع. فنحن نسعى في السياسة الشرعية إلى تحقيق المصلحة ودفع المضرة، ولكن هذا ينبغي أن يكون وفق المقاصد العامة التي جاء بها الشرع. فالشرع جاء يحافظ على 5 مقاصد، وهي مقاصد عليا في الشرع: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. هذه المصالح التي تحقق هذه المقاصد وتدفع المضار هذه تسمى بالسياسة الشرعية، وهي أيضا العمل بما جاء في الشرع من تنظيم العلاقات بين البشر وغير ذلك. وأيضا هناك أمور لم تأتي في الشرع، مثل الأمور الإدارية التي يسنها المجالس أو يسنها حاكم البلاد أو غير ذلك، وهي لا تتعارض مع الشرع، مثل قوانين البناء، قوانين المرور وغير ذلك من القوانين الإدارية. هذه تدخل أيضا في السياسة الشرعية لأنها تدخل في باب تحقيق المصلحة ودفع المضرة. فهذا في السياسة الشرعية، وهي تكون في الاقتصاد وتكون في الاجتماع، يعني في كما يقول ابن عقيل أن السياسة الشرعية هي ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. هذا معنى السياسة الشرعية، إن أنت تسعى إلى أن يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. لكن السياسة الشرعية لها ضوابط ينبغي أن تنضبط بها، لها قواعد تضبط هذه السياسة. القاعدة الأولى: لا ضرر ولا ضرار.
والضرر هذا ينبغي أن يدفع قبل وقوعه، ويدفع عند أول وقوعه، ويدفع عند وقوعه، ويدفع بعد وقوعه أيضا. فهذه صور من صور دفع الضرر. صور دفع الضرر قبل وقوعه مثل قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. العدو يفكر في مهاجمة بلادنا، فنحن إذا كان لدينا قوة أعددناها لا يفكر في هذا، فنكون دفعنا الضرر قبل وقوعه. الأمر الثاني الضرر عند أول وقوعه، وهذا ما حدث في الاستفتاء الماضي. نحن وجدنا أن هناك من يتربص بالمادة الثانية، فقمنا نقول نعم حتى نقطع الطريق عليهم. لو انتظرنا وتمهلنا حتى يقع الضرر فإنه قد يستفحل لا نستطيع دفعه بعد ذلك. الأمر دفع الضرر بعد عند وقوعه، وهو منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفع الضرر عن نفسه فيما يعرف بدفع الصائل عند أهل العلم. وأما الضرر بعد وقوعه فإنه قد يكون عند الناس غير متصور، لكن هو في الحقيقة له صورة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. فهذا إعادة الشيء إلى ما كان عليه، وهذا فيه دفع الضرر. القاعدة الثانية فيه، يعني في السياسة الشرعية، القاعدة الثانية فيه أن الضرر يدفع بقدر الإمكان، أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. نحن نقول هذا لأن هذا ينطبق على حالة المشاركة السياسية، حالة المشاركة السياسية. نحن نشارك لدفع الضرر، قد نستطيع دفع الضرر كله، هذا هو المرجو والمطلوب. لا نستطيع دفع الضرر كله، يبقى القاعدة الثانية أن يدفع الضرر بقدر الإمكان. فإذا لم نستطع أن ندفع الضرر كله فندفع ما نستطيع دفعه من الضرر. أما القاعدة الثالثة فهي احتمال أخف الضررين، احتمال أخف الضررين. إذا كان هناك ضرر لا بد منه، واقع لا بد منه، واقع في ونحن في الطريق إلى دفع ضرر أكبر، فنحن نفعل الضرر الأصغر في سبيل دفع الضرر الأكبر. ونجد ذلك في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، أن الخضر عاب السفينة، وهذا ضرر واقع، ولذلك أنكره موسى عليه السلام، أنكر شيئا وقع أنه أحدث ضرر في السفينة، وهذا ضرر واقع. لكن الخضر عليه السلام قال لموسى في هذا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا لو لم يعب السفينة أخذها للملك كلها، فهو ارتكاب ضرر لدفع ضرر أعظم منه، لدفع ضرر أعظم منه. القاعدة الرابعة في الضوابط أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فننظر إلى الأرجح، فننظر إلى الأرجح. هل المفسدة أكبر؟ إذا كانت المفسدة أكبر فلا نقدم على الفعل، إذا كانت المصلحة أكبر فنحن نقدم هنا على الفعل. وأيضا قد يكون هناك ونحن نسعى إلى تحصيل مصلحة نرتكب مضرة، أن هذه المضرة تكون أصغر من المصلحة التي تتحقق. وهذا مثلا في فداء الأسرى، العلماء ينصون على أنه إذا وقع الأسير في أيدي الكفار فإن على إمام المسلمين أن يدفع مالا من بيت مال المسلمين لفداء هذا الأسير. المال الذي يدفع هذا مضرة، أيأخذ من بيت مال المسلمين مال ويدفعه إلى الكفار، هذه مضرة، لكن لتحصيل مصلحة أعظم منها وهي فك الأسير، وهي فك الأسير. فهذا فيه ارتكاب مضرة لكن لتحقيق مصلحة أعظم منها. القاعدة الخامسة هي مراعاة المآل واعتباره. نحن كثيرا من طلبة العلم أو المراهقين من طلبة العلم أو غيرهم ينظر إلى الحكم في المسألة في وقته هذا، لكن لا ينظر إلى مسألة أخرى وهو ما يترتب عليه، وهو ما يترتب عليه. وبالتالي كثيرا من الناس يقولون: أليس هذا منكرا؟ أليس إنكار المنكر واجب؟ إذن لا بد أن ننكره الآن وإن ترتب عليه ما ترتب. هذا ليس من السياسة الشرعية، هذا ليس من السياسة الشرعية.
إذا كان إنكار هذا المنكر يترتب عليه مفسدة أعظم منه فإنه لا يجوز، كما يقول الإمام الشوكاني في السيل الجرار، يقول إذا كان الإنكار باليد يترتب عليه مفسدة في البدن أو في الإخوان أو في الأهل، فإنه عند ذلك يرتفع الوجوب لا بل يرتفع الجواز، أنه لا يجوز له أن ينكر في هذه الحالة. لأن لا ننظر إلى الحكم الآن، لكن ننظر إلى الحكم وإلى العاقبة والمآل فيما يعرف بفقه المآل، فيما يعرف بفقه المآل. وهذا كثير جدا في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابان، باب من يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. فهناك مصلحة في هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، لكن هناك مفسدة تترتب عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة للمفسدة التي تترتب عليها، للمفسدة التي تترتب عليها. وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقال في مرة لما قالوا له اقتله قال لا إذن ترعد له أنوف، ومرة قال لا يقولون محمدا يقتل أصحابه، ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليه، لما يترتب عليه فيما يعرف بفقه المال. فليس معنى أن المسألة أن هنا مصلحة الآن أو مفسدة الآن دون مراعاة لما يترتب عليها، إننا لو فعلنا هذه المصلحة ترتب عليها مفسدة أعظم منها، أو أننا إذا دفعنا هذه المضرة ترتب عليها فوات مصلحة أعظم منها أو تحقق مضرة أعظم منها، فحينئذ لا نقدم على هذا الفعل. وهذا له شواهد كثيرة في السنة، وفيه أيضا ترك اعتبار توبة المحارب. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤه، جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ومع ذلك الشرع اعتبر أن توبتهم قبل أن نقدر عليهم عفو ولا يقام عليهم الحد. لماذا؟ لأن الشرع رعى مصلحة، وهو أن توقف هؤلاء عن قطع السبيل وعن ترويع الآمنين وعن قتل النفس وأخذ المال، توقفهم ولو يوما واحدا فيه مصلحة أعظم من إقامة الحد عليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهذا فيه مصلحة، وما هذا قطع الطريق هذا ينبغي أن يوقع به النكال وكذا، لأنه فعل قتل وسلب وهتك وغير ذلك، لكن الشرع جعل له بابا رعى فيه تقليل الشر والفساد، تقليل الشر والفساد. هذه ضوابط تنضبط بها المصالح المرسلة، السياسة الشرعية. أما المصالح المرسلة فهي تعني المصالح المطلقة، وهي مصلحة لم يأتي الشرع باعتبار لها ولا بإلغاء، يعني هي مصلحة الشرع لم يأتي باعتبارها ولم يأتي بإلغائها، ولكن هي تفترق عن البدعة في أن في ضابط أن العلماء يقولون أنه إذا وجد الداعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع المانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل فإحداثه بعده بدعة، فهذا إذا كان هناك مانع من فعل، كان هناك الداعي وليس هناك مانع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، فإنه لا يجوز أن يحدث بعده من هذا شيئا ويكون من قبيل البدع وليس من قبيل المصالح المرسلة. لكن المصلحة المرسلة خلاف هذا، وهي مصلحة لم يأتي الشارع باعتبارها ولم يأتي بإلغائها. المصالح عندنا ثلاثة مصالح: مصالح أتى الشارع باعتبارها، وهي مثل المقاصد الخمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل. ومصالح أتى الشرع بإلغائها، وهي مثل تكثير المال بالربا، ببيع الخمر، بالدعارة مثلا، ببيع الميتة، بيع الخنزير، بيع الكلب. هذه الأشياء تحقق مصالح، تحقق مال، لكن هذه مصلحة ألغاها الشرع ونهى عنها، إذن هذه مصلحة ملغاة لا يمكن فعلها. وهناك مصلحة وهي المصلحة المرسلة، لم يأتي الشرع باعتبارها ولم يأتي كذلك بإلغائها، لكن هذه المصالح أيضا لها ضوابط، هذه المصالح أيضا لها ضوابط ينبغي أن تنضبط بها. أولا، لابد أن تكون هذه المصلحة حقيقية وليست مصلحة متوهمة، لأن المصلحة هذه إذا كان يترتب عليها فوات مصلحة أعظم منها أو تحقيق ضرر أعظم منها تكون هذه المصلحة متوهمة.
ليست مصلحة شرعية، ليست مصلحة مرسلة. المصلحة المرسلة لابد أن تكون مصلحة حقيقية تحقق مصلحة أعظم من المضار التي تترتب عليها، ولا تفوت مصلحة أعظم منها. الأمر الثاني أن تكون المصلحة عامة، لا تكون مصلحة شخصية لإنسان، وإنما ينبغي أن تكون مصلحة عامة. الأمر الثالث أن تكون في باب المعاملات، ليست هناك مصلحة مرسلة لا في العبادات ولا في العقائد، ليس هناك جديد في العقائد ولا في العبادات، وإنما هذه المصلحة المرسلة تكون في باب المعاملات، لا تكون في باب العقائد ولا في باب العبادات. الأمر الرابع ألا تتعارض هذه المصلحة مع الشرع، مع الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي، لا تتعارض مع شيء من هذا، لو تعارضت تصبح مصلحة ملغاة وليست مصلحة معتبرة. يقول الإمام مالك رحمه الله في الكلام على المصلحة المرسلة، يقول أن تكون هذه المصلحة ملائمة بين المصلحة التي تعتبر إصلاحا قائما بذاته وبين مقاصد الشرع، فلا تنافي أصلا من أصوله، ولا تتعارض مع دليل من أدلته، بل تكون متفقة مع المصالح التي يقصدها الشارع، وأن تكون معقولة في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. الأمر الثالث أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم، بحيث لو لم يؤخذ بها في موضعها كان الناس في حرج، لأن تضييق المصالح المرسلة يؤدي إلى الحرج، وفتح باب المصلحة المرسلة يؤدي إلى ضياع الدين، وهذه تحتاج إلى مشرط جراح بين تحقيق المصالح المرسلة وبين هدم الدين. يعني إحنا نريد أن يكون هناك ثبات على الدين وتحقيق المصالح للعباد، فالتوفيق بينها يحتاج إلى يعني علماء الشريعة، ولذلك ينبغي أن يكون هناك مرجعية شرعية للعمل السياسي، ينبغي أن يكون هناك مرجعية شرعية للعمل السياسي. الأمر الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو المنطلق الثالث، لأن الناس يتصورون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في المحرمات مثل الخمر والزنا وكذا والقتل وغيره. أعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي ما يتعلق بالسياسة، هي ما يتعلق بالسياسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام عند إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا يصبح سيد الشهداء، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في قضية السياسة هو أعلى درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فهي يعني تنطلق أيضا من منطلقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرد أيضا سؤال في هذه القضية، يعني العمل السياسي كما قلنا يدور في جانب الاحتساب وجانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. البعض يقول: نحن قد نشارك لكن قد نعجز عن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، قد نعجز عن تحقيق المصلحة كلها أو دفع المضرة كلها، فهل هذا يجعلنا أن لا نشارك في هذا العمل السياسي أم لا؟ ننقل في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يحدثنا حتى عن واقعنا الذي نحن فيه الآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار للأمة خير من تولية الفجار، حتى وإن لم يستطيعوا أن يحكموا بكل ما أنزل الله إذا عجزوا عن ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم يقول أيضا في مجموع الفتاوى: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد.
ويقول رحمه الله: بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم. يعني هذه الصورة بيقول أن الولاية دي مشتملة على ظلم، وأي واحد حيتولى الولاية دي حيظلم، لأن الولاية قائمة على الظلم، فيها ظلم، واللي حيتولى الولاية هذه فيها حيظلم فيها، لأن هي طبيعة هذه الولاية أنها قائمة على الظلم. مثل جمع الضرائب مثلا، هذه ولاية قائمة على الظلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم، حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها. تولاها شخص قصده تخفيف الظلم فيها، مش هيدفع الظلم كله، لكن قصده تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره، كان ذلك حسنا. مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا. هذا كلامه. ثم يضرب مثالا لذلك فيقول: وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن طلب منه ظالم قادر مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم، وأخذ منه وأعطى للظالم مع اختياره أنه لا يظلم، ودفعه ذلك لو أمكن كان محسنا، ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا. يعني رجل ظالم قادر وجاء لإنسان قال له: تعطيني 100,000، ولن يتركه حتى يأخذ منه 100,000، فتوسط رجل لدى الظالم لكي يجعل 150,000، وأخذ 50. أخذ 50 ظلم، هذا أخذ 50 ظلم، ودفعها للظالم. شيخ الإسلام يقول هذا محسن، هذا الرجل محسن، لأنه خفف الظلم عن الإيه؟ عن هذا الرجل. ولو كانت الصورة العكس، لو كان توسط للظالم لدى المظلوم فأخذ منه ولو جنيها واحدا كان مسيئا، لأن هو هنا يريد إيقاع ظلم، لكن في الصورة الأولى يريد دفع الإيه؟ يريد دفع الظلم، ولذلك لم يكن كالصورة الثانية وهو إرادة الظلم العباد. فيقول شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى: ولم يكن يوسف عليه السلام يمكنه أن يفعل كل ما يريد وكل ما يراه من دين الله. لما تولى لم يكن يمكنه أن يفعل كل ما يريد وكل ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. هذا كلام شيخ الإسلام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمنطلق الثالث والعجز عن إقامة يعني كل ما يرجوه وما يأمل الإنسان وما يسعى إليه. الأمر الثالث وهو تغير الفتوى، كما ذكر شيخنا في تغير الفتوى. الفتوى في مصر مرت بمراحل كما ذكر، من دستور 1923 إلى سنة 1971، وأثناء الصحوة الإسلامية حدث ضغط على الرئيس السادات فوضع كلمة مصدر من مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية، مصدر من مصادر أو مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وكان العلماء يمنعون من المشاركة فيه لأنه لم ينص على أنها المصدر الرئيسي للتشريع. بعد سنة 81، بعد أن أضيفت الألف واللام وصار المصدر الرئيسي للتشريع، تغيرت الفتوى وصار هناك خلاف بين أهل العلم بجواز الدخول، لكن كانوا يمنعون من الدخول لوجود المفاسد الكبيرة وعدم وجود صورة من صور الإصلاح، كان لا يمكن الإصلاح بوجه من الوجوه، وكان هذا سيحسن ويشرعن الدولة، هذه يجعل لها شرعية بمشاركة الإسلاميين فيها، ومشاركة الإسلاميين ستكون مشاركة ديكورية ليس لها أي نوع من الإصلاح. فكانوا يمنعون ليس لأنه لا يجوز، ولكن لوجود مفاسد أكبر من المصالح التي يمكن أن تتحقق، إلى أن صدر الحكم المحكمة الدستورية، صدر سنة 1996، وأصبح العلماء يتكلمون أيضا على جواز الدخول، وصار الخلاف أضعف
في عدم الدخول، لكن كان الكلام على عدم الدخول ليس من ناحية شرعية الدخول، ولكن من ناحية أخرى، وهي أن المفاسد أكثر من المصالح. إلى أن وصلنا إلى المرحلة الرابعة، وهي سقوط الدستور كله بعد الثورة. مفيش دستور، صار مفيش دستور، في إعلان دستوري ينص على هوية الدولة وإجراءات تتعلق بالانتخابات وإجراءات تتعلق بالصورة الرسمية للدولة، وليس هناك دستور بالمرة، ليس هناك دستور بالمرة. وبالتالي القول كان يعني معظم أهل العلم على الدخول في هذه المجالس، لأنه ليس هناك دستور، وأنه كما نصت المادة 60 في الإعلان الدستوري أنه سيكون عمل دستور بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ولذلك صارت الفتوى بعد ذلك على دخول هذا البرلمان والمشاركة فيه. الأمر الذي بعد ذلك هو ضوابط العمل السياسي. لا بد للعمل السياسي من ضوابط تضبطه، وإلا فقد ننجرف في هذا العمل ونضيع أو نضيع الطريق الذي بدأناه والذي سرنا فيه، وهو الطريق الأصلي والأساس. أول ضابط من ضوابط العمل السياسي والذي نطمئن إخواننا به أنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى لدى الدعوة السلفية. الضابط الأول أن يتقيد العمل السياسي بمرجعية الشريعة، وأن ينضبط بضوابط المصلحة الشرعية، بحيث لا يضيق باب المصلحة فيفوت بعض المصالح الشرعية، ولا يفتح على مصراعيه فيدخل فيه ما ليس منه. الأمر الثاني مراعاة التوازن بين الاشتغال بالعمل السياسي والاشتغال بسائر الأعمال الدعوية. فالعمل السياسي ليس بديلا عن الأعمال الدعوية، ولا هو الطريق الأصلي للإصلاح، بل هو مثل سور النهر وليس بديلا عن النهر. يعني هذا يشكل حماية للدعوة. وهناك أيضا انتشار من خلال العمل الدعوي في المساجد وفي قوافل الدعوة وفي غيرها من صور كثيرة جدا ستطرح قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعمل الدعوي سيسير في طريقه كما هو، بل سيزداد بإذن الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني وهو العمل الاجتماعي. المحور الثالث وهو المحور الإعلامي، وبدأت باكورة المحور الإعلامي بإنشاء المركز الإعلامي، وجود متحدث إعلامي باسم الدعوة، وأنتم ترون الخير الكثير الذي ترتب على وجود هذا المتحدث تربى في هذه الدعوة، وأصبح له قدرات بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى، وصار يعني من القوة التي تهاب من العلمانيين وغيرهم. وهذا إن شاء الله سيكون هذه باكورة، لكن سيكون إن شاء الله هناك مدرسة مثل هذا المتحدث الإعلامي بإنشاء المركز الإعلامي. هذا اتجاه إعلامي لنشر هذه الدعوة. هناك المسلك الرابع وهو المسلك السياسي. إذا المسلك السياسي ليس هو الدعوة، هذا يعني أحد أنشطة الدعوة وليس هو الدعوة. الدعوة تركز على الدعوة وهو النشاط الأول وهو النشاط الأصلي، وهذه روافد وفروع تقوي الدعوة وتمارس العمل الدعوة. الأمر الثالث ألا يفضي العمل السياسي إلى تشرذم فصائل العمل الإسلامي، مما يؤدي إلى تفوق غيرهم عليهم. إن إحنا ما ينفعش نعقد خصومات مع الإسلاميين وبعدين نلاقي إن الصوت الإسلامي تفتت ويتفوق غيرنا علينا. هذا يحتاج إلى نوع من التدبير وحسن التدبير، بحيث تحدث وفاقات بيننا وبين الإسلاميين. هي موجودة الحمد لله السلفيين جميعا، يعني هناك شيء من الوفاق، وإن شاء الله يكون مع بقية الإسلاميين في هذا، ونحن نسعى إليه سعيا حثيثا. لا نريد أن نشرذم فصائل العمل الإسلامي، ولا نريد أن نفتت الأصوات. الأمر الرابع ألا تتم تحالفات مع غير الإسلاميين بحيث يكون في إعانة على فصائل العمل الإسلامي. الأمر الخامس عدم الاستدراج إلى تقديم تنازلات لا تقابل بمصالح راجحة، فإن التنازل إذا بدأ فإنه ليس له حد ينتهي إليه، كما قال الشيخ ياسر إنه هو عندنا ثوابت لن نتنازل عنها مهما كان، لن نتنازل عن هذه الثوابت ولن نستدرج إلى هذه
التنازلات. الأمر السادس، العمل السياسي ليس خيرا محضا وليس شرا محضا، ولكنه مما تختلط فيه المصالح والمفاسد وتزدحم فيه المنافع والمضار، فهو قد يكون من أساليب الاحتساب، يعني الأمر المعروف والناعي المنكر، واستصلاح الأحوال بغية تحقيق بعض المصالح ودفع بعض المفاسد ورفع بعض المظالم، فهو يدور في فلك السياسة الشرعية، فحيث ظهرت فيه المصلحة ولم تعارض بمفسدة راجحة فلا بأس بالاشتغال به شريطة ألا تستنفذ فيه الطاقات. وقد يكون واجبا، يعني العمل السياسي، إذا تعين وسيلة لتحصيل المصالح الراجحة وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته وزاد ضره على نفعه، لأنه ربما أدى إلى فساد في العقيدة. ولهذا فإن مسائل هذا الباب مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك لتغير وجوه المصلحة. ولذلك نحن نقول الآن بهذا الكلام، قد يتغير مستقبلا، قد يتغير بزيادة، بالسلب، بالإيجاب، يتغير حسب وجود الأحوال. إن الأحوال، نحن نقول الفتوى في زمن، هذا الزمن فيه رؤية معينة، إذا تغيرت هذه الرؤية ستتغير الفتوى أيضا معها. الأمر السابع، الحرص التام على عدم الاستجابة للضغوط الإعلامية والسياسية، لأن هناك الضغوط هذه تضغط لكي نفرط في هذه الثوابت التي قمنا عليها. الأمر الثامن، التجرد التام في قياس المصالح والمفاسد، كما قال الشيخ ياسر أنه لا بد أن يكون هناك تجرد تام، يعني لا نقول مصلحة ومفسدة بالهوى، بل لا بد أن يكون هناك تجرد تام في المصالح والمفاسد، في تقييم المصلحة وتقييم المفسدة. هناك بعض الاعتراضات قد يعترضها البعض في المشاركة السياسية، فيقول أنتم تشاركون في الديمقراطية وأن هناك ديمقراطية وغير ذلك. والشيخ فرق بين الديمقراطية الغربية وبين آليات الديمقراطية، الآليات يعني الموجودة في اختيار الرئيس وغير ذلك من الأمور. فأما أن نترك المشاركة لأجل هذا، لأجل أنهم يقولون هذه ديمقراطية وكذا، فنترك المشاركة لأجل هذا ونعتزل الحياة السياسية، فهذا تمكين للأعداء من السلاح الذي يقتلوننا به، ونكون مهمشين لا دخل لنا في الحياة، ولا نستشار ولا نشارك في أي شيء، وتصبح الكلمة للباغي، وهذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا. الأمر الثاني، هل المشاركة رضا بالقوانين الوضعية، يعني مشاركتنا هل هي رضا بالقوانين الوضعية؟ إن هذا لا يلزم منه الأخذ بتلك القوانين المخالفة ولا التزامها، لكن الإنسان يصلح ما يستطيع، وإذا لم يشارك فإن القوانين ستطبق عليه رضي أم أبى، سواء رضي أم أبى، فإن القوانين ستطبق عليه، فهو إما أن ألا يشارك وتزداد القوانين المخالفة للشريعة، وإما أن يشارك ويقلل هذه القوانين المخالفة للشريعة، فهو لا يخرج عن تلك القوانين عدم مشاركته، بل إذا شارك سيقلل الضرر، وإذا لم يشارك فالقوانين ستطبق عليه كما هي. وهذا الأمر يعتبر من ارتكاب أخف الضررين، إذا شاركنا لتقليل الضرر ولم نستطع دفعه بالكلية فهذا يكون من ارتكاب أخف الضررين وتحقيق أعظم المصلحتين. وكما سمعنا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الخامس، وهو هل المشاركة ركون إلى الظالمين، هل المشاركة ركون إلى الظالمين؟ إن الركون المنهي عنه إنما هو مشاركتهم في ظلمهم أو الرضا بما هم عليه وتزيين ذلك لهم، أما المشاركة لجلب النفع ودفع الضر والإنكار عليهم لا يكون من ذلك. الأمر السادس، وهو أن المشاركة إناطة التشريع بمن يكون داخلا في البرلمان، يعني هذا تعليق التشريع يعني على من يدخل في البرلمان، فهو الذي يشرع لأنه سمى مجلس تشريعي، وهو في نفس الوقت تنحية لشرع الله والقسم بالله على احترام ذلك الوضع والوفاء له. فنقول يعني، وهذا بيّنه الشيخ، أن الدساتير التي تنص على مرجعية الشريعة
أو حتى أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، فيمكن من خلالها انتفاء هذه النقطة، لأن هذا يجعل أي شيء يأتي في القانون، لأن هذه أشياء فوق الدستور، وهي لذلك جاءت المادة الثانية في أول الدستور على أن كل ما يأتي بعدها يفسر من خلالها، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هناك فتاوى لأهل العلم في دخول البرلمان، نذكر منها فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كانت نشرتها مجلة المجتمع الكويتية، وأجاب فيها عن سؤال وجه إليه حول شرعية الترشح للبرلمان وحكم الشرع في استخراج بطاقة الناخب بنية انتخاب الإسلاميين. فقال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذا فلا حرج من الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل، لما في ذلك من نصرة الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله، والله ولي التوفيق. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات الموجودة في الكويت، علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم، ورجال الدعوة فتنوا في دينهم، وما حكم الانتخابات الفرعية القبلية؟ فقال رحمه الله: أنا أرى أن المشاركة في الانتخابات واجبة، يعني أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلا بد من أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدا، لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، فنقول: لا بأس، هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد، لكن ينقصنا الصدق مع الله، نحن نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل. ثم يقول: ماذا تقول في موسى عليه السلام عندما طلب منه، يعني فرعون، موعدا ليأتي بالسحرة، فوعده موسى ضحى يوم الزينة وهو يوم العيد، لأن الناس يتزينون فيه في رابعة النهار وليس في الليل، وفي مكان مستو، فاجتمع العالم، يعني كل الناس، فقال لهم موسى عليه السلام: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. كلمة واحدة صارت قنبلة. قال الله عز وجل بعدها: فتنازعوا أمرهم بينهم، والتنازع يدل على الفشل، بمجرد إطلاق للكلمة حدث الفشل في هؤلاء، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، والنتيجة أن هؤلاء السحرة آمنوا بموسى عليه السلام، رغم أنهم اجتمعوا في هذا الموقف المهيب ومعهم أعتى حاكم في التاريخ، أعتى حاكم في التاريخ، ومع ذلك لم يهابوا وأسلموا من كلمة قالها موسى عليه السلام. فيقول: أننا ينبغي أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعتمد عليه ونصدق الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون بإذن الله، ولكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل. أما أن البرلمان لا يجوز، ولا مشاركة الفاسقين ولا الجلوس معهم، هل نقول نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب. بعض الإخوان من أهل العلم قالوا: لا تجوز المشاركة، لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى جوار الرجل المنحرف. هل هذا الرجل المستقيم يجلس بجوار الرجل المنحرف لينحرف أم ليقيم المعوج؟ نعم، ليقيم المعوج ويعدل منه. إذن إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة التي بعدها. وهناك سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية،
يقول السائل: كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي، فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟ يقول: تقول اللجنة، وكان فيها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن قعود: يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية. أما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لقول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وبالله التوفيق. هذه فتاوى يعني بعض أهل العلم في هذه المسألة في دخول البرلمان، هذا يعني ما يعنينا في هذا الأمر، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول. هناك بعض الأسئلة نختصرها بسرعة. يقول السؤال: هل هناك علاقة بين الحملة الإعلامية المسعورة لتشويه السلفيين وبين القرار بالمشاركة في العمل السياسي؟ وأنا أذكر الإخوة أن الحملة دي بدأت من مدة طويلة، والإعلام في العهد السابق كان مشاركا فيها. أفكركم بس بروزا اليوسف، كانت إمتى؟ كانت قبل الأحداث مش كده، وقبل يعني موضوع أحداث الكنيسة الدعوة أخذت فيها يعني قدرا كبيرا من المهاجمة. فالقضية إن الإعلام أساسا موجه من الخارج ومسيطر عليه بعقول من أبناء أعدائنا منا، الأمر ربما يكون قد زاد بظهور الدعوة وليس فقط بقرار المشاركة، ظهور الدعوة في المؤتمرات وانطلاق الدعوة بعد أحداث الثورة أقلق هؤلاء جدا، وكان قد أقلقهم قبل ذلك لوجود الدعوة على الأرض. ربما يكون قرار المشاركة زاد الأمر لكن ليس هو الذي استحدثه، وظهور أثر يعني الدعوة في أثناء الاستفتاء على التعديلات جعلهم يدركون مدى أهمية بذل مزيد من الجهد في صد الناس عن الدعوة، ولكن هذا نهايته كما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال: ومكر أولئك هو يبور. فالقضية بإذن الله تبارك وتعالى دائما في صالح أهل الإسلام، وليس معقولا وليس مقبولا أن نقول طالما سيهاجموننا فلنتوقف عن عملنا. وكما ذكرنا كما ذكر الشيخ محمود أن مجال العمل السياسي هو مجال دعوة إلى الله عز وجل في قطاع لم يكن لنا فيه وجود، لم يكن يسمع منا، تغيرت الظروف ورجونا تطبيق ما ذكره المشايخ الأفاضل في فتاواهم من أن يكون هناك صوت مسموع مؤثر يرجى أن يتحقق منه تقليل للشر وتكثير للخير. هذا الرجاء إذا تبين في وقت من الأوقات خلافه فالأمر كما ذكرنا مبني على الاجتهاد والمصلحة والمفسدة. هل الاقتراب من السياسة يعني قبول ما هي عليه من قذارة وطهارة أيما كان؟ هم يقولون ليس فيها طهارة، نحن نقول أن هذا الأمر سياستهم هم، ونحن إنما نريد أن نبني أمرا جديدا، نريد أن نبني مشاركة
على وضع مختلف إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يعني رأيتم هل حدث عندما يعني ما حدث من الآخرين عندما تطرح قضايا أساسية هل من أجل السياسة نقول خلاف ما نعتقد؟ قد طرح على يعني المشايخ والدعاء مثلا مسألة كفر النصارى، كل من يتكلم في الإعلام يتكلم عن أنهم إخواننا ليسوا كفارا، مع أنه يعتقد غير ذلك في الكواليس. إذا قيل له كيف تقول هذا يقول لا والله بكفرهم، بس أنا معلش عشان قدام الإعلام. ماذا قال المتحدث الرسمي الشيخ عبد المنعم؟ قال لهم لا كفار، أنا هنشيل الآيات. يعني الراجل قاعد يجادل معه طول الحلقة، وبعد ما خلص الحلقة قال له ربنا يوفقك يا ابني، ربنا يشد حيلكم، ربنا يوفقكم ويثبتكم. هو سبحان الله، فالكلام ده كلام عجيب الشأن. يعني هل هي دي السياسة بتاعتهم والإعلام بتاعهم؟ لكن إحنا وضعنا إن شاء الله يختلف اختلافا كبيرا. بيقول السائل: ما يمنع أن يكون حزب النور وحزب الفضيلة حزب واحد تحت راية واحدة حتى لا يكون هناك تنازع؟ هذه الأحزاب أصلا يعني تعددها ليس ممنوع طالما أنها كانت تريد كلها إقامة الشرع والتعاون على البر والتقوى، وربما كانت في أماكن لا يصل إليه يعني الآخرون، يعني الحزب الآخر ربما لا يصل إلى نفس المكان أو نفس الطبقة من الناس، وكل له محبيه محبوه ومؤيدوه، وجمع هؤلاء على عمل من الخير لا يستنكر. ولكن نحن أيضا لا نعرف من الذي سيرى النور من هذه الأحزاب بعد. هي الأحزاب وحزب النور قدم أوراقه وقبلت، ولكن بقيت مدة حتى يشهر رسميا وأصبح حزبا معترفا به، وحزب الفضيلة ما زال له يعني طريق أطول حول يعني جمع الأعضاء الكافين. على أي الأحوال إذا رأت كلها النور، إذا رأى بعضها النور فسيكون هناك يعني بلا شك تكاتف حوله، وإذا رأت كلها النور فسيكون هناك إن شاء الله تعاون وتنسيق. إذا كنا نقول ننسق مع غير الإسلام يعني مع الإسلاميين غير السلفيين فبالأولى الذين يكونون على نفس المنهج إن شاء الله. موقف الدعوة مقادمة المظاهرات يوم 1 يوليو لمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. نحن لا ندري من دعا إلى هذه المظاهرات، ونحن قلنا أنه قضية المظاهرات المليونية، نريد يعني أن نأخذ الوسائل الأخرى حتى لا تصبح هذه المظاهرات المسمى بالمليونية والاعتصامات والإضرابات. هي مش ممنوعة لذاتها ولا نمنع منها أصلا يعني إذا كان فيها مصلحة راجحة، ولكن نريد أن نتخذ الوسائل الأخرى لأن الناس قد تعبت من تعطل المصالح. وهذا الأمر مسألة المطالبة بالشريعة مطالبة مستمرة، وطالما أنه يعني بعض الناس قد يكون فاهمة من بعض التصريحات إن إحنا سوف نخرج في هذه المسألة. الحقيقة إن إحنا قلنا إن الملايين التي قالت نعم للتعديلات الدستورية من أجل بقاء المادة الثانية يمكنها أن تخرج، ولكنها لا تريد أن تخرج مراعاة للاستقرار وعدم الفوضى وعدم تعطيل العمل. وليس أن الذين خرجوا ببضع مئات أو آلاف يضغطون بخروجهم من أجل إلغاء إرادة الأمة عامة أفراد الأمة، لأنهم بيقولوا بعضهم يفضلوا يضغطهم بمظاهرات مليونية هم أصلا بضعة آلاف، ويعودوا يقولوا المجلس العسكري لازم تعملوا دستور قبل الانتخابات، ولازم يبقى في مجلس رئاسي. بنقول الكلام ده يعني الملايين التي تخالف هؤلاء الآلاف أو المئات قادرة أن تخرج في مظاهرات، ولكنها تختار أن تبقى بالوسائل الأخرى من أجل تحقيق الاستقرار. فإحنا مظاهرة 1 يوليو نحن لم ندعو إليها ولا ندري من دعا إليها، وأظن أنه ربما يعني يكون البعض يحاول أن يدعو دعوة ضعيفة، فإذا خرجوا قالوا هم ذو حجم السلفيين عشان هم زعلانين من أن هم لما طلعوا يعني بضعة آلاف فقط فقالوا كلنا بنقول عليهم أن هم ذو حجم العلمانيين والليبراليين، فعايزين يعملوا بتاعة ضعيفة لم ندعو إليها ولم نحث الناس على الخروج، يقوموا يطلعوا يقولوا هم ذو بتوع الشريعة كم واحد وكم مية. لا، إحنا من الأول بنقول هو إحنا ما دعوناش إلى مظاهرات 1 يوليو، وإحنا بنقول يعني الطوائف العاملة في الساحة السياسية بنقول لهم علقوا
مؤقتا على الأقل مسألة المظاهرات المليونية المعطلة للعمل، طالما ما فيش ضرورة لها ومطالبة بالشريعة مش محتاجة مظاهرة مليونية، هي بإذن الله تبارك وتعالى أثبتت وجودها في كل محافظات الجمهورية بالمؤتمرات التي قامت بها الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أرغمت كل العلمانيين على التراجع عن مطالبهم. فبأكد أن احنا لم ندعو إلى مظاهرة 1 يوليو. بيقول لمن البيعة اليوم؟ أليست إمامة الفاسق معتبرة عند أهل السنة؟ ولا يتصور من فاسق أن يقود بكتاب الله؟ عجب بقى من عدم تصورك ده، إن الفاسق لا يتصور أن يقود الناس بكتاب الله في الجملة، لا، وعنده بعض المآخذ طبعا بلا شك، ولكن إقامته للدين في الجملة زي عهد عهود عبد الملك بن مروان مثلا، بل حتى في يعني كل عهود الدولة الأموية والدولة العباسية ودولة المماليك، هو عندهم مؤاخذات ومخالفات، ولكن في الجملة يقيمون الدين. يعني موقف العلماء من الدولة الأيوبية وقبلها دولة محمود زنكي وقبلها دول السنة المتفرقة التي شهدت في الحقيقة احتلال بيت المقدس، وموقفهم من دولة الباطنية الفاطمية في نفس التوقيت كان موقف واحد، مع ان في مخالفات عند هؤلاء كثيرة جدا، وكان اقلها في عهد صلاح الدين ونور الدين، ولكن بالنسبة للدولة الباطنية دولة الفاطميين لم يقل احد من العلماء انها لها ولاية شرعية. المماليك والتتار، ايه موقف العلماء من هاتين الدولتين؟ التتار الذين يحكمون بالياسق، والمماليك وكان عندهم من الظلم، هو شيخ الاسلام اتسجن في دولة مين؟ دولة المماليك، سجن عدة مرات من اجل فتاوى في الشرع، ومع ذلك كانوا يرون البيعة لازمة لسلطان المسلمين في دولة المماليك، ولا يرون البيعة للتتار. فلا تخلط بين الأمور، في فرق بين الفاسق في نفسه وما يقيمه من الشرع أكثر مما يتركه أو يهدمه أو يضيعه، وبين أن تثبت الولاية لمن يريد هدم الشرع ويحكم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا مسألة ثبوت الولاية بناء على أنه يتولى أمرنا، واحد ما بيتولاش أمر الدين لا الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان، بالعكس ده بيضع العراقيل أمام دخول الناس في الإسلام. هو موضوع جلسة النصح والإرشاد دي اللي بيضعها بعض يعني نسأل الله أن يهديهم، اللي هم بيقولوا رجعوها تاني، الله أعلم رجعت ولا رجعتش، سواء هما القرار مستشر الشيخ الأزهر بيقول إنها رجعت، نصح بإيه؟ هل هذا نصح ولا هذا غش؟ لما يعرض على من يريد الإسلام قبل ما يشهر إسلامه إن هو يتقال له اكفر أحسن لك، والعياذ بالله، يأتيه بكافر يأمره بالكفر، إرشاد ولا غي؟ عشان تسمى جلسة نصح وإرشاد، مثل هذا ليس بنصح ولا إرشاد. من يضع العراقيل يقول لا هنعمل لهم لجنة من علماء المسلمين الأول قبل ما يشهر إسلامه نشوفه عايز يسلم ليه، وهل هناك قصة حب وراء ذلك ولا لا، هل نحن مأمورون بذلك؟ إنما نؤمر بأنه إذا شهد الشهادتين كيف نؤخره إلى هذا. العراقيل دي كلها من الأوضاع السابقة، تسليم المسلمات التي أسلمن كلها من وضع العراقيل أمام الدخول في الإسلام، فكيف ينسب من قام هذا؟ لغاية دلوقتي لسه في ناس بتقول حسني مبارك ولي الأمر وأمير المؤمنين وزعلانين عليه جدا وعلى عهده، وهم دول اللي بيتكلموا في الكلام ده يقولوا انتوا خالفتوا منهجكم وانتوا خوارج، ودول اللي خرجوا كلهم خوارج. حاجة عجيبة والله العظيم، خوارج على من؟ وهل مجرد الخروج على حاكم يعد أن من فعله خارج من الخوارج دون أن يعتقد عقيدة الخوارج؟ عقيدة الخوارج في تكفير المسلمين بالذنوب وفي قتال ولاة العدل، الخوارج كانوا بيقتلوا مين؟ قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بقى تجعل الذين خرجوا على حسني مبارك وعلى بشار الأسد وعلى عمر القذافي أن هؤلاء مثل الذين قتلوا علي بن أبي طالب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كلام باطل بلا شك. وإلا فطلحة والزبير وعائشة عندما خرجوا على علي وقاتلوه في أول الأمر فكانوا محدش قال عليهم خوارج قط، إنما سموا أهل بغي، ووصف أهل البغي لا يقدح في العدالة. ولذلك نقول هذا كلام فاسد جدا. معاوية رضي الله عنه قاتل عليا وما قال عنه أحد أنه من الخوارج. الحسين بن علي رضي الله عنه خرج على يزيد
وما قال عالم عنه أنه من الخوارج أو أنه يستحق القتل، بل أجمعوا على أنه قتل مظلوما. والفقهاء الذين خرجوا مع عبد الأشعث على الحجاج جماعات، سعيد بن جبير ظل 20 سنة يرفض أن يقر بأنه أذنب، وأنه وإنما قال بيعة كانت في عنق ابن الأشعث إلى أن قتله الحجاج. والإمام أحمد ماذا قال عن سعيد بن جبير؟ قال: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا ويحتاج إلى علمه، وهو يعلم أنه أبى أن يعتذر إلى الحجاج بعد 20 سنة، 20 سنة مطارد، ومع ذلك يظل على المطاردة لكي لا يعتذر للحجاج، لأنه يراه فاجرا مبيرا مهلكا. كل النصوص يعني شيء عجيب بعد ذلك، أن الناس تظل تتكلم على ولاية حسني مبارك ومن يشبه حسني مبارك. والقضية كما ذكرنا مبنية اللي جاي واللي رايح، يبقى ثبوت الولاية شرعا بناء على إيه؟ بناء على إقامة مقصود الإمامة، اللي إذا كان ما يقيمه من الدين أكثر مما يهدمه ثبتت له الولاية، وإذا كان ما يهدمه ويتركه أو حتى يضيعه ولو عجزا، يعني هو عاجز، ممكن يكون عاجز عن إقامة الدين، ولكن ما يعجز عنه أكثر لا تثبت ولاية لعاجز. طب ما احنا عاجزين ونريد إقامة الدين، يبقى احنا ولاة؟ لا، مش ولاة. لن تثبت ولاية إلا بإيه؟ بإقامة للدين، حتى ولو رغبنا وحرصنا وقمنا ببعض الشيء، لكننا لا نقيم في البلاد، في عامة البلاد، أمر الحدود والحقوق والجهاد ونحو ذلك، فلا تثبت الولاية. قلنا تعدد الأحزاب، إذا كان تعدد الأحزاب مبني على العمل من أجل الشريعة ومن أجل إقامة الدين، وهي متنوعة تتعاون مع بعضها، فلا بأس. وأما إذا كانت تتعدد بناء على اختلاف مناهج وانحرافات مخالفة للشريعة فهذا لا يجوز. هل يجوز قول إخواننا المسيحيين، بقصد إخوة الوطن، تنبه عندها أنها من جنس وإلى عاد أخاهم هودا؟ يبقى أخوة لا يترتب عليها إقرار بملتهم ولا موالاة ولا محبة ولا نصرة، يبقى تقول إخواننا الكفار في الوطن، إخواننا. هل هناك خلاف سائغ في مسألة حب المسلم الكافر المسالم حسن الخلق؟ تحب الحب الفطري الطبيعي أمر مجبور عليه الإنسان، لكنه يتحول في حق الكافر إلى حب الخير له. إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب عمه لأنه عمه، فيريد هدايته، يحب إسلامه. لإسلام أبي طالب كان أحب إليه، من كلام أبي بكر عنه، من إسلام أبي قحافة، لأن إسلام أبي طالب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي قحافة. فمثل هذا ينصرف إلى حب الخير له وإلى النصح له. الحزب الوسط عندما يعرض برنامجه يقول إنه دولة مدنية بمرجعية الحضارة العربية الإسلامية، تكون مصلحة المجتمع ملزمة لهذه المرجعية. إزالة هذه الشبهة، إحنا وسعوها أكتر كمان. حلمة مرجعية الحضارة مش الشريعة بقى، ده حاجة مصيبة أعظم. يعني ده الشريعة مش كفاية، لو قلت بمرجعية الشريعة هقول لك جماعة تبعينا متناقضين. وزي ما قلنا محدش ألزمنا بكلمة المدنية دي دلوقتي علشان نقول حنوزن مصالح ومفاسد، تقوم نديها لهم مجانا، نديها للنصارى وللعلمانيين مجانا من غير حد ما يقول لنا عليها. انتوا كنتوا مزنوقين زمان، وأول ما طلعتم قلتوا مدنية وخلاص من غير مرجعية الشريعة، فلماذا تعودون الآن إلى هذه الكلمة؟ الكلمة دي أصلا هي في مقابلة الدولة الدينية عند أوروبا الثيوقراطية، التي هي دولة الحق الإلهي، والدولة الدينية دولة لا دخل لها بالدين، المدنية لا دخل لها بالدين. إحنا عندنا دولة إسلامية، الدولة الإسلامية دي ليست الدولة الدينية عند أوروبا، ولا المدنية المعاصرة التي لا دخل لها بالدين والتي تحرم مرجعية الشريعة. كأنك تقول دولة لا دينية بمرجعية دينية أو مرجعية الحضارة الإسلامية، فإحنا في عافية من هذا. كون الاتجاهات، بعض الاتجاهات الإسلامية قررتها، يوم حرين بقى كل واحد يعرض ما عنده. وما في اتجاهات إسلامية النهاردة بتعرض بضاعتها بأنها بتعمل حفل غنائي مثلا. أنتوا قاعدين هنا في المسجد وفي حتة تانية معمول فيها حميدة هلال ولا اسمه إيه ده، وما عرفش ممثلة تانية علشان ينشطوا السياح. خلاص كل واحد يعرض اللي عنده وشوف مين اللي هيكون مقبول. هل نفهم من كلامكم أن جماعة الإخوان المسلمين عندما كانت تشارك في اتحادات الطلاب واتحادات العمال لم تكن على خطأ، وأننا وإن أنت عدم إن لم نتعاون معها لم يكن في محله؟ لا، إحنا كان في هذا التوقيت للعلم، يعني إحنا كان في مرحلة
كنا احنا بنروح ننتخب مرشحين الاخوان، وبعدين لما كثرت المخالفات جدا اثرنا ان نكون لا يعني غير منافسين لهم في هذه الانتخابات، وفي نفس الوقت غير مرشحين لان هم الناس بتحملنا احنا بعد ذلك كل المسؤوليه عن المخالفات. يعني وجدنا في مخالفات كثيره جدا بتتم كثرت المخالفات، فادى الامر الى اننا لا نستطيع المشاركه في ذلك في هذا التوقيت، وبعد كده اتمنعنا احنا وهم، وبقى اصبح حورس هو اللي بيخش وكل النقابات وقفت. فلكن المساله في هذه الامور مبنيه على المصلحه والمفسده وامكانيه التنسيق اذا امكن من اجل تقليل المفاسد التي عندهم، والا فلا نريد ان نتحمل اخطاء غيرنا. مساله ان الدخول في السياسه فرض كفايه، الم يكفي قيام الاخوه جماعه الاخوان بهذا الفرض؟ لا، هذا الكلام غير سديد، هناك منهج مختلف بالتاكيد، وهناك اولويات عمل. زي ما بقول لك اهو، وناس بيعملوا حفله يجيبوا فيها مطربين وممثلات، هتقول لي دول فرض ادوا فرض الكفايه بذلك؟ ده كلام صعب جدا والله. فانا اقول لك هناك يعني امور كل منا له منهجه الذي سوف يعني يدعو اليه، وبلا شك وجود العمل السياسي ذي المرجعيه السلفيه. يعني احنا الشيخ محمود صرح في الكلام بان حزب النور حزب قام به افراد من الدعوه راوا ان مشاركتهم في العمل السياسي نافعه ان شاء الله تبارك وتعالى، وان الدعوه ليست هي الحزب السياسي، ولكن نحن ندعم من يقترب منا ومن يعني هو اولى بنا. بنقول وجود هذه المشاركه من السلفيين في العمل السياسي قوه ضاغطه حتى على الاسلاميين الاخرين في عدم الانحراف. لما يكون هم منفردين بيبقى هناك انحرافات غير محتملة. لو أخفقنا في الجوانب السياسية قد يؤدي إلى عداء العامة للإسلام، وخاصة إذا وصل الإسلاميون إلى المجالس والرئاسة ولم يحقق ما يصبو إليه الشعب من البطون وفرص العمل. عشان كده بنقول هذا ليس منهج التغيير، منهج التغيير لابد أن يستمر في عمل الدعوي، وفشل السياسيين ليس فشل الدعوة. ممكن يحصل فشل ما حصل في الكويت، وفي الكويت بس في الحقيقة يعني ان الامر ده كان مرده الى ان التجربة الكويتية محكومة ب يعني عوامل خارجية كبيرة جدا مؤثرة عليها اكتر من التأثير. القوة الداخلية المصرية بلا شك ان الشعب المصري ثقله والقوة العاملة فيه اكثر تأثيرا في الساحة العالمية من الشعب الكويتي، والقوة الداخلية أيضا أقوى بكثير. أعني أن تأثير القوة الداخلية لا يمكن أن تكون صفرا في مقابلة القوة الخارجية، والقوة الخارجية معتبر تأثيرها، ولكن كل يعني يحسب في حجمه. لذلك بنقول في أمور مختلفة. حتى لو فشل الإسلاميين إحنا عشان من أجل هذا الأمر احنا قلنا العمل الدعوي مستمر في الدعوة والتربية والتعليم للناس أمور الدين، ويعني نشر منهج أهل السنة، سواء بقى نجحنا سياسيا أو لم ينجح، أو نجح من يعني يتولون هذا الأمر وهو غالبا لم يكونوا مشاركين بقوة في العمل الدعوي، وإنما كانت طاقات يعني غير مستغلة فأصبحت تستغل الآن. والدعاء مستمرين في اللي هم فيه، مسألة إن هم يفشلوا كل شيء وارد، ولكن نرجو من الله عز وجل أن يعني لا يأخذوا لنا ولا يأخذوا إخواننا الذين يشاركون، ولكن نقول لو حصل فالدعوة مستمرة في طريقها، ويبقى احنا مستمرين في العمل الدعوي ولم ننشغل بالعمل السياسي. بيقول ظهور فكر التكفير بعد ارتفاع صوت العلمانيين، يعني انت عايز العلمانيين ياخذوا راحتهم من غير ما حد يقول لهم حتى كلام بتقوله كفر؟ يعني التكفير سببه ظهور العلمانيين، يعني امر غريب جدا. احنا على اي الاحوال نفرق دائما بين النوع والعين، ونقول لا نكفر المعين حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، لكن فصل الدين عن الدوله واعتبار حق التشريع لغير الله كلاهما من الكفر. فنحن نبين هذا، ده مش فكر تكفيري، ده فكر اسلامي سني، ولكن تكفير المعين بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ازاله الحجه، لان كثير من الناس جهال فعلا او متاولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. يقول السائل: كيف تربط بين فتوى الشيخ صالح بجواز دخول البرلمان في السابق وعدم دخول السلفيين في الانتخابات السابقة؟ قلنا يعني أن هذا من السياسة الشرعية، وأنه مرتبط بتحقيق المصلحة ودفع المضرة، وأنها مسألة اجتهادية
حتى لو قلنا أن المصالح كانت أكثر من المفاسد وهذا غير صحيح، هذه مسألة اجتهادية، قد نصيب وقد نخطئ في وقت من الأوقات، لكن في الماضي كان ليست هناك مصلحة تتحقق وليست هناك مضرة تندفع، وأن فتاوى المشايخ في جواز الدخول وفي الإنكار وفي هذا شيء صحيح، لكن نحن كنا نقيس المصالح. وكان أيضا هناك يعني بالنسبة للضغوط الداخلية كان علينا ضغوط، إذا دخلنا هذه المجالس أو شاركنا فيها أن المساجد ستؤخذ وسنحرم من هذه المساجد، وهذا هو قلعتنا الأولى وبيتنا الأول لا نفرط فيه أبدا. ونحن عرض علينا حتى في الفضائيات في الفترة الماضية، إما أن تظهروا في الفضائيات وإما أن تبقى معكم المساجد، اختاروا أحد الأمرين فاخترنا المساجد، يعني كانت هناك ضغوط غير معروفة للناس، وكنا نحن نتمسك بالمسجد هو قلعتنا الأولى التي لن نفرط فيها أبدا. فالمسألة مسألة اجتهادية خاضعة للسياسة الشرعية، وأنه تكون في مصلحة تتحقق ومضرة تندفع، وكنا نرى أنه ليست هناك مصلحة تتحقق ولا مضرة تندفع، ولذلك مع قولنا بجواز المشاركة كنا نقول أنه لن نشارك لأنه لن تتحقق المصلحة. هناك أحاديث تنص على أن المسلم لابد أن يكون في رقبته بيعة، وهل البيعة تكون إلى ولي الأمر الشرعي فقط؟ نعم، البيعة تكون لولي الأمر الشرعي فقط. تكملة بس، يعني نعملوا إيه في الأحاديث دي؟ من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هنقول فاتقوا الله ما استطعتم. لما يكون في حد ممكن وإمام وحاكم مسلم يبقى في ساعتها في عنقنا بيعة، لكن من غير ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى عذرنا عند ربنا ايه؟ نبايع اي حد وخلاص عشان يبقى عنده في عنقنا بيعه؟ لا، نبايع لما يكون في حاكم وخليفه مسلم، غير ذلك عجزنا عنه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ونكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر شيخينا الجليلين على ما قدم لنا وبينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.